مالد، وشك حلو ست اليوم. اولا احنا بنشكر ربنا وربنا وفقنا، ولاعبتنا فعلا كانوا رجاله وكان عندي المسؤوليه وادوا اداء راقي جدا واداء فيه رجوله، فرحونا وفرحوا جمهورنا. انا عايز اقول كلمه بوجهها للمستشار مرتضى الحقيقه، ان لو كان له الدور الكبير في تأهلنا النهارده، متابعته المستمره وعلى طول مكافاه بعد المباراه، مكافاه خاصه كده بعيده عن المكافاه الرسميه ومكافاه النادي دي، يعني مفرحه الاولاد كلهم، وحسوا فعلا ان هم ادوا دور كبير جدا. طبعا احنا كنا اخر المجموعه، والناس كانت بتقول ان نادي الزمالك حصاله، لا نادي الزمالك مش حصاله، نادي الزمالك فريق قوي جدا وفريق له احترامه وفريق له وضعه وثقله. النهارده تعال اتفرج في الجزائر، شوف نادي الزمالك سمعته عامله ازاي، الناس كلها عارفه نادي الزمالك وقوه نادي الزمالك واداء نادي الزمالك من اخر المجموعه الى اول المجموعه، ده هو ده الزمالك، هو ده اللي احنا كلنا كنا بناس عليه، وربنا كرمنا ووصلنا للهدف اللي احنا عايزينه. احنا بنوجه هذا التأهل، نسميه هذا الفوز، انه يعتبر فوز ان احنا تأهلنا اول مجموعه، لجمهورنا الحبيب، الجمهور اللي دايما واقف معانا واقف ورانا وبيساند فينا، بنقول له الف مبروك، وان شاء الله نوعدكم على المرحله الجايه هتكون جني البطولات ان شاء الله، ويكون نادي الزمالك يعني في القمه دايما، والف الف مبروك لكل الزمالكاويه. كنت رئيس جعسه النهارده وعضو مجلس اداره، بس برضه كنت في المدرجات مشجع النهارده. هو اساس الزمالك في دمنا، يعني مهما تكون الزمالك في دمنا، لان احنا بنحب نادينا ونادينا غالي علينا، ولازم نبقى دايما كلنا واقفين جنبه واقفين وراه، وده اللي احنا دايما بنبقى يعني نفسنا ان احنا نادينا يبقى اكبر نادي ويحقق جميع البطولات ان شاء الله. اشكرك الست اللواء. شكرا جزيلا. يعني ده كان لقائنا مع اللواء علاء مالد، وفي هذه اللحظات المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بينضم لي برضه، يعني كان خلاص الناس كلها بتحتفل، الناس كلها بتلتقط صور كده. مبروك مع المستشار النهارده، فوز يعني تاهل مستحق، والنهارده نتيجه يعني عادله بعض الشيء، يعني عادله النهارده، التعادل نتيجه مرضيه جدا لنادي الزمالك، المهم ان الهدف تحقق. الحمد لله، انا فرحان لان رد على الناس اللي كانوا بيقولوا احنا ممكن نطلع اخر المجموعه، بقول الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، طلعنا الاول والاول بجداره، بقول الحمد لله مسؤوليه كبيره ان انت تبقى شايل الضغط ده كله. ربنا يكون في عوننا وفي عون اللعيبه وفي عون الجماهير، ورئيس النادي بيكلمني كل شويه في ساعه الماتش، قلقان على فرقته، ده حجم المسؤوليه وده حجم وقيمه نادي الزمالك، دي قيمه نادي الزمالك اتبلورت في الاخر في الفوز، اتبلورت في الاخر في الفرح اللعيبه ومجلس الاداره. انا بقول الحمد لله يا رب دايما بالافراح كده، ان شاء الله نكمل على خير ان شاء الله يا كريم. ان شاء الله معانا استشار، يعني برضه النهارده مباراه كانت صعبه بعض الشيء، وكان لكم ملاحظات كبيره جدا على حكم المباراه، الحكم السنغالي النهارده كان دون المستوى. لكن طبعا صعب جدا، الحكم كان صعب، في حاجات كده كان محجم الماتش، مش سايب لاعبتنا يلعبوا بحريه، ساسي كل حاجه، اول ما يمسك كرة على طول صفاره، انذارات مش شايفها انها تستحق الحاله اللي وقع فيها اللعيبه انها تستحق هذه الانذارات، لكن بقول الحمد لله برضه، بقول نادي الزمالك انمرض شويه لازم هيبقى واقف على رجليه، ده هو ده نادي البطولات. الحمد لله بقول انا مبروك لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، مبروك لمجلس اداره، مبروك للعيبه، مبروك للمشرف على الكوره، مبروك لجماهير نادي الزمالك فرحتها، مبروك للفرحه الزملكاويه اللي شفتها في عين اللعيبه، قد ايه انت تبقى زملكاوي ده جميل، لكن لما معاك ولاد زي دول هو ده الاجمل، الفرحه اللي انا شفتها في اوضه اللبس يا كريم بعد ان احنا الحمد لله بقينا اول مجموعه، هي دي الحاجه الجميله اللي انت فعلا تقول الحمد لله ان انت زملكاوي. ان شاء الله الفرحه تستمر وافراح نادي الزمالك دايما مستمره. مبروك يا كريم، مبروك. اهلا بكم مره ثانيه في الزمالك اليوم، منورنا طبعا في هذه السهره البيضاء، السهره الزملكاويه الجميله طبعا، يعني هو الجو برد بس لما بيقعدوا هم الاثنين معايا الدنيا بتقلب زعبيب وحر. طبعا نقادنا الرياضيين الكبار والجمال واللي اثروا الساحه المصريه في عالم الفضائيات والاعلام الرياضي طبعا، اللي انا بعتز بصداقتهم، اصدقاء العمر وزملاء العمر طبعا، ناقدنا الرياضي
الكبير الاستاذ محمد الشرقاوي. اهلا محمد. اهلا بيك يا استاذ احمد، تحياتي ليك. تمام. اهلا بيك. وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ ايهاب الفولي، منورنا يا استاذ ايهاب. ربنا يخليك يا استاذ احمد، بنورك انت والله حبيبي. الله يخليك. ازيك يا شرقاوي؟ الحمد لله تمام. اخبار الدنيا ايه؟ الحمد لله، الف مبروك يا الزمالك. واضح ان الحاله اللي عاملها لعيبه الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك وجماهير الزمالك واعلام الزمالك عامله شويه كده يعني ايه، غيره وشويه كده وجع عند الاخرين او بعض الناس من الاخرين. مش عايزين نقول اسمائهم عشان ما ايه ما يبقاش ان احنا هم الاخرين دوت في مكان معين ايه ولا في اكتر من مكان؟ لا يعني هو مقرهم في الجزيره بالزمالك في شارع الجبلايه. اه وانا برضو مش عارف ليه الجبلايه مربوطه باتحاد الكوره مش مربوطه ب الاخرين. يعني الناس رابطه اتحاد الكوره بالجبلايه. طب ما الاخرين في نفس الشارع بتاع الجبلايه. شارع طبعا راقي جدا، منطقه راقيه جدا ومنطقه مميزه في وسط البلد، ولكن واضح ان في حاجه انا مش عارف ايه. البرنامج ده انت شايفه يعني رؤيتك ليه بعد فتره لما كنا في الحدث والنهارده على المحور، وطبعا احنا بنعتز جدا بقناه المحور وان احنا موجودين عليها. شايف التجربه ديت ازاي في الاعلام الرياضي المصري الان؟ لا التجربه ناجحه، اعتقد ان احنا عملنا بصمه في الاعلام الرياضي، اصبح للزمالك صوت مسموع ومؤثر، وحط تحت كلمه مؤثر دي اكثر من خط. ما عادش الاخرين بيغردوا منفردين في سماء الاعلام، لا بقى في دلوقتي ناس ثانيه طلعوا لهم وطلعوا لهم بكل يعني قوه وبيتكلم بمنطق. يعني احنا ما حدش بيسيء لحد، ما حدش بيجيب سيره حد، بنتكلم بمنطق، بنتكلم من خلال اللوائح، بنتكلم دفاعا عن حقوق نادي الزمالك. مش البرنامج ده اللي عامل اللي هو الغليان عند الاخرين. مجلس إدارة الزمالك عامل نفس الحالة، يعني المستشار مصطفى منصور تحديدا رئيس مجلس إدارة الزمالك عامل نفس الحالة عندهم، مش عارف عامل لهم ايه، يعني هو حاطينه في دماغهم، لأنه واضح ان كل شوية ما بيخشوا في يعني زي صراع او زي منافسة بيتفوق فيها المستشار مصطفى منصور. وعددنا قبل كده مثلا لو اتكلمنا على الصفقات بتاعة الكورة ازاي ان هو تفوق على النادي الاهلي وانهى اسطوره الاخرين او بعض الناس من الاخرين اللي كانوا بيقولوا مش عارف مهندس الصفقات، اصل الكابتن فلان الفلاني اللي هو الاسطوره لما بيتكلم اللعيب الفلاني يقول له ويقعد يعيط ويقول له طب حاضر يا كابتن انا هاجي عشان الكيان. كل ده اتمسح باستيكا لما المستشار مرتضى منصور دخل في منافسات حقيقيه معاهم وعددنا. ومش هقول نفس يعني مش هقول اللعيبه اللي الزمالك خطفها من فانت شايف ان بقى في حاله اتعملت في الاعلام الرياضي بس حالة حركت مياه راكده. احنا بنتكلم عن اللي يخصنا، يعني احنا بنتكلم عن نادي الزمالك وبنتكلم عن جماهير نادي الزمالك وبنتكلم عن لعيبه نادي الزمالك، وبنحاول يعني مثلا الاداره بتحاول تجيب لعيبه لنادي الزمالك تدعم نادي الزمالك، تحاول تجيب موارد عشان تدعم نادي الزمالك. الاخرين زعلانين مش عارف ليه. ممكن اقول لك حاجه شرقاوي في المنطقه ديت، لان احنا اتكلمنا كتير يا فولي حتى من ايام الحدث، وكان كل جمهور نادي الزمالك كانت له مطالبات كبيره جدا لمجلس الاداره، الاعضاء في الشارع بيقابلوا الاداره، بيقابلوا رئيس النادي، بيقابلونا، بيقابلوكم، بيقولوا للدوله المصريه اللي احنا بنساندها كلنا اسره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ازاي النادي الاهلي غرد وحيدا على الساحه الاعلاميه بقناته لمده 10 سنوات. فكانت مطالبه جمهور نادي الزمالك بقناه مع الدوله المصريه وتتكلم عن اعلام رياضي محترم ومتزن يخضع لميثاق الشرف الاعلامي ويتكلم عن نادي الزمالك ويحقق مبدا العدل ما بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، في ان نادي الزمالك لابد ان يكون له قناه فضائيه تتكلم باسمه، وده كان مطلب عادل بالمناسبه. ولكن احب هذا الرجل اللي هيبقى معانا على التليفون بعد لحظات، الزملكاوي الاصيل صاحب الكلمات الرقيقه الاصيله، يعني ايه كلمه وطن، وكتير 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 يا ما اثرى مصرنا المحروسه بكلام جميل جدا، الزملكاوي المحترم الشاعر الكبير والفنان الكبير الاستاذ مدحت العدل. استاذ مدحت مساء الخير. مساء الفل استاذ احمد، زي حضرتك وتحياتي استاذ ايهاب والاستاذ محمد المنورين الاستوديو. ربنا يخليك يا دكتور. وبشكرك على يعني انك اتحت لي الفرصه اشارك في برنامجكم الجميل اللي مصر كلها والزملكاويه على وجه الخصوص بيستنوه كل يوم. حبيبي يا استاذ مدحت، انا من عشاقك ومن محبينك ومريدينك يعني،
ومحب لفنك جدا منذ ان كنت طفلا. انت عظيم وبرضه عظيم ان انت زملكاوي. الحمد لله. يعني لو لم اكن زملكاوي لو وددت ان اكون زملكاويا. يعني الزمالك يعني بالنسبه لنا كيان ووطن وحب وعشق وانتماء من الطفوله. نعم. لغايه دلوقتي والزمالك بالنسبه لنا شيء بيبهجنا وبيفرحنا. طبعا لازم الاول ابارك لفريق الكوره على العوده العظيمه اللي عملها وعلى التكتكس العالي وعلى الانتماء وعلى الاخلاص وعلى المحبه اللي موجوده. طبعا بهني كل الفرقه وكل اللعيبه وبهني طبعا مستشار مرتضى منصور الحقيقه اللي عامل فرقه عظيمه للزمالك. بهني امير مرتضى منصور عامل حاله جميله من الحب. طبعا انا على اتصال يوم بيهم يعني، لكن الحقيقه هم مفرحنا. نعم. اللعيبه مفرحانا ومفرحانا يا استاذ احمد قبل كل ده الروح اللي بين اللعيبه. نعم نعم نعم. استاذ مدحت يعني انا عارف يعني حتى من ضمن الحاجات اللي اسعدت كل جماهير نادي الزمالك في خضم المنافسات، وانت ياما وقفت جنب معشوق نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ايقونه الزمالك الحدوته المصريه الزملكاويه شيكابالا، وكيف كانت مشاعر الاب مرتضى منصور في التعامل مع حاله شيكابالا وان شيكابالا هيرجع الزمالك الموسم اللي جاي؟ والله بص مرتضى منصور ما حصلش قبل كده ان شيكابالا او حتى غير شيكابالا، بس شيكابالا احنا بنعتبره بالنسبه لنا بصراحه رمز كبير من رموز الزمالك الكبار يعني. نعم. لم يحتاج شيكابالا للسيد المستشار وما وقفش جنبه كل شيء من اول رجعته لنادي الزمالك، ويمكن عمل مشكله مع احد اعضاء مجلس الاداره بسبب شيكابالا. صح. لما راح بورتو في البرتغال شال مرتضى منصور وقف جنبه، فمش جديد ومش غريب على سياده المستشار انه يقف جنب شيكابالا اللي جماهير الزمالك كلها بتعشقه، لان حقيقه الامر ان شيكابالا جه عليه تويت كان شايل اسم نادي الزمالك تقريبا يعني كلاعب كبير جنب لعيبه بجد مستقيم في نادي الزمالك. نعم. شيكابالا شال اسم نادي الزمالك في هذا التوقيت وتحمل، فكلنا بنحبه. وانا اتكلمت مع شيكابالا كتير وقلت له يعني تاكد ان المستشار مرتضى منصور هيرجعك، مش هتنهي حياتك غير جوه نادي الزمالك. نعم. وحصل فعلا. وحصل فعلا. حصل طبعا. طبعا. انا سعيد جدا على فكره وبشكر الاستاذ مصطفى منصور، وانا عارف ان كل جماهير الزمالك فرحانه بهذا القرار. نعم. اكيد زيك زي كل جماهير نادي الزمالك في خضم وفي مشوار الدوري المجموعات جات لك برضه حاله القلق ومش طبعا. عايز اقول شبه الياس من صعود الزمالك في وقت كان صعب جدا وتعادل طلائع الجيش زعل الجمهور. وصف لي مثلا مشاعرك يوم لما اوباما احرز الهدف الشهير والتاريخي امام بيتو اتلتيكو هنا في برج العرب في اخر ثانيه وكان هدف التعادل مثلا. بص يعني هذا الهدف هو اللي احيا الامل ان احنا احتمال نكمل. بس بص احنا يعني ما جمهور الزمالك يا استاذ احمد جمهور شويه مختلف يعني. احنا يعنينا الروح واللعب الكويس قبل الفوز. نعم. وهو ده اللي احنا بندور عليه يعني فكره امبارح مثلا لما الفرقه تعادلت كنا على اعصابنا، بس انت بشعورك وطبعا بخبرتنا اللي بنشوفها هنا الزمالك لا في تحمل المسؤوليه، في جديه، في تاكتكس على اعلى مستوى، في دفاع صح جدا. لما النتيجه بعد كده دي بتاعت ربنا. نعم. بس انت بتعمل اللي عليك. نعم. هناك بعض المباريات لسبب او لاخر اللعيبه مش في حالتها، اجهاد زياده، ويعني ما مش مهم انا مش هحلل يعني احسن من الكباتن اللي قاعدين مع حضرتك. نعم. لكن في الاخر احنا كجمهور احنا حابين نشوف حد مخلص في ارض الملعب زي بره الفرقه بتبقى مقلوبه تطلع جمهور بيحييها وهي لان حاسس صحيح عملوا اللي عليهم مصر. عملوا اللي عليهم. بالظبط كده. احنا مش طالبين من اللعيبه، انت بتنزل تعلم تماما ان هناك ملايين الزملكاويه مستنيين الماتش ده من الاسبوع للاسبوع من اليوم لليوم ومرتبين حياتهم وحياتنا احنا على ماتشات الزمالك. نعم. ساعة ونص دي هات اخرك وتاكد ان انا هنقف جنبك وربنا هيقف جنبك. صحيح يعني سعداء مش انك انت انا رايي انا يعني معلش بحلي الزمالك اكبر من الكونفدراليه. اسم الزمالك اكبر من البطوله. نعم. لكن انا يهمني الروح. انا يهمني الدوري اكتر من الكونفدراليه. الدوري اكتر من الكونفدراليه. طبعا. طبعا يهمني الدوري اكتر من الكونفدراليه. فاعملوا اللي عليكم واحنا واقفين وراكم ومعاكم في يعني في عدم التوفيق قبل التوفيق.
جميل قوي. توقعات مدحت العدل او دكتور مدحت العدل لمسيره الزمالك السنه دي، شايف ان الزمالك ممكن يحقق الكونفدراليه، الدوري، الكاس، وتوقعاتك لمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك؟ انا رايي الشخصي يعني لو قسنا قدرات الفرقه بالدعم اللي موجود بالاداره بالاستقرار بمستوى اللعيبه، انا وجهه نظر الزمالك قادر انه يكسب كل البطولات اللي بتدخل. اقوى فريق عربي موجود على مستوى الساحه من وجهه نظري هو الهلال السعودي اللي الزمالك غلبه في السعوديه. صحيح. اذا ما فيش فرقه في افريقيا ولا في العالم العربي اقوى من الزمالك. فالمفترض ان اي بطوله يدخلها الزمالك دلوقتي بعد كل هذا الدعم المادي والدعم النفسي والاستقرار والاداره واللعيبه الهايله اللي موجوده، كل مركز عندك فيه اثنين وثلاثه. صحيح. الدكه اللي قاعده بره فرقه. صحيح. بطوله. صحيح. الحقيقه مفيش حاجه ناقصاهم عشان ياخدوا كل البطولات اللي داخلينا السنه دي ان شاء الله. صحيح. فرجاني ساسي توقفت عنده كثيرا النهارده لان النهارده عيد ميلاده وبنحتفل بيه. لان طبعا. فرجاني لاعب باختصار مختلف. بص يعني في لعيبه بتحب الكره توصل لها. انت مش عايز الكره تسيب رجله. يعني انت بتتفرج، هو فاكهه الكره المصريه دلوقتي مما لا شك. هو عامل هو عجينه يعني عجينه اللعيبه الثقيله، حماد عبد اللطيف في توقيت ما، شيكابالا في توقيت ما، انا بتكلم على لعيبه الزمالك يعني. نعم. لا في لعيبه انت تحب الكره توصل له. فرجاني ساسي كانه بيعزف مش بيلعب كوره. سهل الممتنع عبد الحليم الكوره. عبد الحليم الكوره. بالظبط كده، السهل الممتنع الممتع اللي حاسسك ان انت تشترك معاه في اللعب ومندمج معاه تماما. فيعني في عيد ميلاد بقول لكم كل سنه وانت طيب يا عندليب الزمالك. اوباما. اوباما انا يعني جمهور الزمالك بيعشقه لان اوباما يعني طبعا لسه صغير وقد تكون له بعض الاخطاء بتاع كده، بس هو زملكاوي حتى النخاع. الحقيقه هذه النوعيه من اللعيبه احنا بنحتاجها، هذه الروح العظيمه احنا محتاجينها. نعم. الغيره على الفانيلا محتاجينها. طبعا مش عايز اقول حد، لان احنا عندنا مثلا عبد الله جمعه، عندنا طبعا العظيم طارق حامد، عندنا محمود علاء، كل اللعيبه الحقيقه يعني. محمود علاء جنش. محمود علاء طبعا طبعا، ومحمود علاء والونش. والونش جنش. طبعا الحقيقه يعني الواحد مش عايز ينسى اسم لعيب، بس يعني احنا بنعتبر يوسف اوباما ابننا اللي طلع من هو صغير. نعم. ده بيبقى روح الزمالك يعني، الناس مش عارفه ان اوباما داهم بيته قدر تحطيه في عمر. اوباما امتداد لعنقود الموهوبين زي ما بيقولوا في نادي الزمالك، لان الزمالك دايما عنده التركيبه دي والروح الغيره. الغيره صح، الغيره دي اللي قلبك ياكلك على الزمالك تقيله عشان الكيان. صحيح صحيح. انت من الناس اللي بتحب جروس ولا متحفظه عليه؟ انا بقى بص طبعا انا مفيش مدرب في العالم ملوش اخطاء. حتى مورينيو نفسه يعني هو بيغلط طبعا طبعا طبعا، بس في الاخر انت قدام مدرب يعني، خلي بس الناس تهدى شويه كده، ده راجل مدرب درب توتنهام وشالكا وسويسرا وخد بطولات مظبوط، ومفيش بره ما بيهزروش. يعني المدرب بيبقى السي في بتاعه وطريقته في التدريب وكل الحاجات دي. نعم. ده ما فيهاش ظرف. هو الراجل خد وقته زي كل يعني، اعظم حاجه اتعملت ان الراجل ده خد، لو شوف الزمالك يا كابتن بيوصل للجون كم مره في الماتش الواحد. انا من وجهه نظر المتواضعه كان عنده شويه مشكله في الدفاع، ان هو ما بيحبش يامن دفاعيا قوي، بيهاجم. التدارك ده في الماتشين بتاع بيترو اتلتيكو. نعم. وطبعا جورماهيا. نعم. الماتش الاخير، فتحس ان في ممكن يبقى فيه عليك هجوم بس ما فيش خطر. نعم. عليه. نعم. صحيح. اعتقد انه فاهم قوي دلوقتي اللعيبه، وطبعا اتمنى ان الاداره تجدد له السنه الجايه. توقعاتك للقاء القمه الاهلي والزمالك؟ ان شاء الله بدون مقطع من الله روح لعيبه الزمالك مهاريا الزمالك اعلى. الروح لو نزلوا بالروح اللي احنا شفناها في الماتشين ثلاثه اللي فاتوا، ان شاء الله الزمالك هيكسب، ان شاء الله يحسم الدوري يوم 30 ان شاء الله. استاذ او دكتور مدحت، انت من عائله يعني تعشق نادي الزمالك، يعني معظم العائله طبعا بتعشق نادي الزمالك، حتى انا بشوف فيديوهات قديمه
للراحل العظيم فناننا العظيم المحبوب معشوق الجماهير كلها استاذ سامي العدل، وازاي كان زملكاوي قوي وبيتكلم بحرقه قوي. الحقيقه طالعين زملكاوي عشان الحق والده. كابتن احمد وانا عمري 5 سنين مع والدي. يعني كله عفته جوه جدران نادي الزمالك. عيله جميله وعيله مقصله في حبها لنادي الزمالك. وعد جمهور نادي الزمالك ايوه بطلب من سياده المستشار ده اللي انا كنت لسه اسالك عليه. احنا هنعمل غنوه عظيمه فيها كل رموز نادي الزمالك وحاجه كده تليق بنادي الزمالك. يعني حضرتك بتكتبها دلوقتي وبتحضرها دلوقتي؟ بكتبها وهتتلحن وهتدورها جوه نادي الزمالك، وهيبقى فيها كل اللعيبه بس منقيين هتستنى وقت. اللعيبه ما عندهاش ماتشات ورا بعض عشان هناخدهم يصوروا يعني ان شاء الله نعمل حاجه حلوه قوي ان شاء الله. اخر حاجه دكتور مدحت، عندك تفسير وتحليل لفكرة ان الفنانين النجوم في نادي الزمالك او اللي بيحبوا نادي الزمالك الفنانين اللي كل المصريين بيعشقوهم زي مثلا الحدوتة المصرية منير والهضبة عمرو دياب ومحمد الحلو وامير الغناء هاني شاكر، يعني عندك تحليل للظاهرة دي؟ طبعا. ايه بقى؟ ومدحت العدل طبعا الفنانين اصحاب مزاج عالي. والزمالك بيلعب ويعمل لك مزاج عالي صحيح. والطبيعي ان انا بحب اللعب الممتع. الفن ممتع والزمالك هو الفن. بمنتهى البساطه يعني انا مثلا تقول لي لو انت فنان تحب البرازيل ولا المانيا؟ البرازيل طبعا. البرازيل طبعا. ممكن المانيا تبقى عندها تاكتكس عالي، عندها فيزيكال فيتنس عظيم، بس المتعه فين؟ في سقراطس وفي بلي وفي زيكو روماريو. بنهوى المتعه دي صحيح، لان في الاخر يا كابتن هو اي حاجه من الحياه غايتها ايه؟ ان انت تستمتع. صحيح. بس الزمالك بيمتعنا، وبالتالي معظم الفنانين والفنانين اللي انت ذكرتهم فنانين كبار. نعم. بيحبوا الزمالك. نفسي منير يغني للزمالك، ونفسي عمرو دياب يغني للزمالك. هيغنوا ان شاء الله. هم ما عندهمش اغلى من الزمالك يغنوا له. مصر والزمالك. يا ريت، وانت تلعب دور في ده يا دكتور مدحت. ان شاء الله دول اصدقاء عمر ومع عمرهم ما هتاخروا ان شاء الله. دكتور مدحت العدل طبعا العظيم، وطبعا الفنان العظيم والشاعر العظيم، مشكورة شكرا جزيلا على هذه المداخله، والف مليون مبروك طبعا دكتور مدحت. ده طبعا حاجه عظيمه طبعاً جدا. دكتور مدحت طبعا من يعني من اهم ومن افضل الشعراء الغنائيين في الوطن العربي. كلماته خالده يعني في اذهاننا، ومن الناس اللي واحد طلع يعني على اغانيه وعلى كلماته. عيله واسره فنيه واسره محترمه. الاستاذ سامي العدل كان ازاي يتكلم على الزمالك وازاي طبعا يعني الناس بتعشق نادي الزمالك، ناس فنانين مخلصين. انت يعني انا بشوفهم، لو كنت بروح ماتشات الاهلي والزمالك كنت بشوف الدكتور سامي العدل، كان الدكتور مدحت العدل كان على طول بيبقى متواجد في مقصوره نادي الزمالك، كنت بشوف انفعاله قد ايه هو غيور على نادي الزمالك، قد ايه بيحب فرقه نادي الزمالك. نعم. ندخل بقى معاك في الجد، لان انا عارف ان لازم لازم بقى لازم. لان ايه، انا في موضوع طبعا امبارح خالد الغندور، انا بحييه طبعا. طبعا حبيبي وصديقي وزميلي. اتكلم في حاجات كتيره جدا. بتتمطع بتسخن بتمطع بيجهز. انا بعد الجاكيت. طب ماشي عادل. دلوقتي امبارح خالد اتكلم على المشهد المؤسف لشادي محمد. انا بقول انه مؤسف بكل المقاييس، لانه ما ينفعش يجي من كابتن سابق للنادي الاهلي في حضره مجلس اداره النادي الاهلي، وبين قوسين بقى وهشام حطب. انا مش عارف هشام حطب راح ليه ده مبدئيا يعني. يعني هشام حطب ايه دوره؟ ده مسلسل المكايده. يعني هل هشام ده مسلسل المكايده؟ ما انا عايز اعرف، هل هشام حطب هو مشجع بينتمي لنادي بعينه، ولا هو المفروض رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هي بتنتمي لكل الانديه؟ طالما انت بتروح مهمه في مباراه النادي الاهلي، يبقى تروح مباراه النادي الاسماعيلي اللي كان بيلعب مع مازيمبي في الاسماعيليه، تروح مباراه ديت. مش هقول لك تروح مباراه نادي الزمالك، لان انت في عندك مشاكل مع نادي الزمالك وعندك ازمات اصطنعتها مع نادي الزمالك. طيب في احنا عندنا فريق ثالث بيمثل مصر، احنا ما شفناش المهندس هشام حطب في اي مباراه، انت موجود مع النادي الاهلي على طول، اي مشكله النادي الاهلي بطلها انت بتحاول تحلها، بتحاول
يعني تفرز قوانين اول مره نشوفها، ان اي قانون بتعمله بيبقى بيصب في مصلحه النادي الاهلي. وجود المهندس هشام حطب في مباراه النادي الاهلي امام شبيبه الثوره، وغيابه عن ممثلين مصريين، مش هنقول نادي الزمالك عشان هو عامل مشكله مع نادي الزمالك، انا ما شفتوش في مدرجات المصري ولا في الاسماعيلي ولا في مدرجات النادي الاسماعيلي ولا المقص ولا المقص ولا لما كانت بتلعب في افريقيا. طيب. ولا الزمالك. انا افهم ان هو يروح مثلا ماتش شبيبه الثوره لان الاهلي بيمثل مصر في البطوله، انا ما عنديش مشكله، ما عندناش مشكله، انا بقول لك انا ما عنديش بس مشكله، بس انت رئيس اللجنه الاولمبيه، انت تروح تطلع كل الماتشات، يبقى انت اشوفك في مع الاسماعيلي قدام مازيمبي، اشوفك في مباراه بقى سابقه كتير، مش هطلب منك ان انت تروح الزمالك، لان انت واضح ان انت عندك مشكله نفسيه مع نادي الزمالك ومع مجلس اداره نادي الزمالك وبالتحديد مع المستشار مرتضى منصور. نيجي لشادي محمد. الناس كلها اتكلمت على اللي عمله شادي محمد، وطبعا ده يعني حاجه، يعني مش هقول انا مش هزيد الشعر بيت لما اقول ان التصرف ده تصرف غير اخلاقي. لكن لما تيجي انت تشوف شادي محمد، لما نيجي نتكلم على الرقي والمبادئ والكلام اللي بيتشدق بيها مجموعات كتير من المنتمين للنادي، المشجعين للنادي الاهلي على صفحات التواصل الاجتماعي، بس محتكرين المبادئ، بيتكلموا بالمبادئ. لما جه الف به مبادئ في الدنيا ان انت تقول رايك، ان انت تقول يحق لك ان انت تختار. لما جه شادي محمد يختار ويعبر عن رايه ان هو بيختار المهندس محمود طاهر وبيأيد محمود طاهر، كان شادي محمد بالنسبه لهم قليل الادب والمارك والخارج عن الطوع، واللي هو بيتصرف، مع ان ده حقه في الاختيار، ده بني ادم، هو عبد، وسيبوا لنا الاهلي، هو عبد، خدوا كل حاجه وسيبوا لنا، ده مش عبد، ده بني ادم بيقول رايه. قال لك شتموه هنوه، قال له ادبهم عليه، ماشي. لما جه قال له ادبه بقى ابنهم وحبيبهم، هي دي المبادئ، هي دي الاخلاق. لا، النهارده لما تيجي تشوف تصرفات ديت، لازم يطلع بيان اعتذار من الاتحاد الافريقي، مش هقول لك النادي الاهلي، لان النادي الاهلي شاف ويعني شاف وسمع، وكان مجلس الاداره قاعد والاغاني شغاله ورا منه وهو ولا عنده مشكله. مش هطلب من النادي الاهلي يطلع بيان اعتذار، لان يعني هو مش مستني ان انا اقول له اعتذر او اقدم اعتذار للي حصل، لان اي حد في الدنيا لما بتشوف النهارده انت كمجلس اداره النادي الاهلي، لما يبقى فوق منك الكابتن التاريخي للنادي الاهلي بيقود مجموعه من الناس اللي انت مدخلها الملعب، هم موجودين مش موجودين في الدرجه الثالثه ولا موجودين في الدرجه الثانيه ولا موجودين في دول، موجودين فوق المقصوره، يعني ناس تم اختيارها بعنايه فائقه ان هي تتواجد في الملعب، ملعب المباراه. فالنهارده الناس دي لما تبقى موجودين، الناس دي معروفين بالاسم المجلس اداره النادي الاهلي، لما تبقى في مباركه الكابتن التاريخي للنادي الاهلي يبقى بيقود المجموعه ديت للهتاف ضد نادي الزمالك. انا عايز اسال سؤال، يعني انا طول عمري بطلع في قنوات وبتكلم عن النادي الاهلي كويس وبتكلم عن نادي الزمالك كويس، ولا عمري غلط في النادي الاهلي. على فكره بين المجموعه ديت وبين مجلس الاداره مفيش 3 4 متر، مفيش متر، يعني مفيش متر. عشان بس لما تيجي نتكلم، ها مصر اليوم اللي مصوره، خلي بالك، ما هو يعني مش واحد مثلا، لا طب لما تيجي انت نتكلم، ها واجي اقول لك مثلا الكابتن التاريخي لنادي الاهلي والمجموعه اللي مجلس الاداره موجوده، يعني الدرع بتاع مجلس الاداره او اللي موجودين ورا مجلس الاداره دول الامان بتوع مجلس الاداره، ما بينفعش تحط ورا مجلس الاداره مجموعات غريبه عنه، لازم بتحط مجموعات انت عارفهم، عارفهم كويس قوي، عارف سلوكهم. فانت ارتضيت النهارده ان المجموعات دي تطلع بالهتافات ديت. المباراه بين شبيبه الثوره والنادي الاهلي، مش بين نادي الزمالك، نادي الزمالك مش في البطوله دي اصلا. طب انت بتشتم نادي الزمالك ليه؟ انا اعرف ان العين ما بتكرهش الا اللي احسن منها. انتوا شايفين ان نادي الزمالك احسن منكم؟ دي حاجه ثانيه. حاول تبقى احسن منه. حاول تبقى احسن منه في الملعب، لكن مش بقله الادب. النهارده كل اناء ينضح بما فيه. النهارده انت لما بتطلع، مش اول مره، يعني مش اول مره المجموعات دي تشتم كده. وشتموا قبل كده مستشار ترك؟
المستشار ترك شتمت المشير طنطاوي وبمباركة برضو مرة عملتها في ماتش تذكر، تسببت في أزمة في مباراة المحلة، تسببت في أزمة في مباراة المصري، تسببت في أزمة في مباراة قيمة أسوان، تسببت والإسماعيلية على طول والإسماعيلية في كل بلد بتروحها. طب أنت هتوصل لغاية إيه العداء اللي أنت بتستفيده النهاردة لما بتطلع بتسب كيانات ومؤسسات رياضية في الدولة المصرية؟ تشتم، أنت بتستفيد إيه؟ وممنهج. طيب النهاردة كابتن النادي الأهلي التاريخي شتم وقاد الجماهير للشتيمة. طيب مفيش حد، مش هقول لك رئيس النادي الاهلي، مفيش عضو مجلس اداره رشيد يطلع يقول له يا ابني عيب انت وهو، توكل على الله امشي. مفيش حد، مفيش مدير امن، مفيش مدير عام النادي. هو مش من سلطات رئيس النادي انه ممكن يخلي المدرجات من نظرا للسباب؟ طبعا رئيس النادي الاهلي والمسؤول عن تنظيم المباراه من الاتحاد الافريقي، لان ده سباب جماعي تم ترديده في مباراة، ولكن احنا للأسف لا شفنا اتحاد افريقي طلع، ولا شفنا حد اتكلم، ولا شفنا حد طلع بيان ادام في الواقعة، وكأن انت بتصدر للناس ان سلو بلدنا. طبعا فاكر المشهد ده طبعا. طب ده حقه. انا بقول لك انا ده اللي انت بدأت بيه، ده لما عمل، كان هو الناحية دي وكان الناحية التانية لما قال يعني هو لما قرر رأيه، ده رأيك ان انت تنتمي لفلان وتأيده، ده حقك. طب ما حسام غالي كان كده الناحية التانية، صحيح حقه. فالنهاردة لما عمل، لما مارس الديمقراطية اعتبروه خاين. لما بقى بيشتم اعتبروه ابنهم. طب خد بقى نفسك وايه ولم جاكيتك. عشان بقى ايه، ناخد بقى ايه، ناخد برضو يعني ناخد تهنئة برضو جديدة من فنان زملكاوي جميل ولعيب كرة بقى، مش عايز اقول لكم بقى يعني ايه، حاجة عظيمة جدا، كان ممكن يبقى لعيب كرة كبير قوي على فكرة. معلش خد نفسك بس. معاك انا. لسه الليلة مطولة. فناننا الجميل الأستاذ عصام كاريكا. كاريكا. حبيبي كابتن أحمد. حبيبي حبيبي منورين الدنيا، وسلم لي على أساتذة الأستاذ محمد شرقاوي والأستاذ إيهاب الفولي. حبيبي كابتن عصام. إيه رأيك في البرنامج يا كاريكا؟ جميل جميل، انا من اشد المعجبين بالبرنامج، وكل يوم بتفرج يا ابو حميد. جميل، حاجه جميله، ورجعتوا لنا الزمالك بقى بتاع زمان. جميل، انا عارف ان انت، انا طبعا انا بتشرف بصداقتك يعني، وان انت اخويا الكبير. الله يخليك، انت اخويا احمد. يعني عصام، الزمالك حصل له دروب السنه دي في ماتش الجيش وفي الكونفدراليه، وكان في قلق يعني. انت شفت ازاي الصعود امبارح في ماتش صعب جدا مع الجزائر، وانت طبعا انت محلل كبير يعني؟ بص، امبارح كان الماتش صعب وكان ممكن يروح منا في لحظه، لكن احنا كان عندنا ثقه الحمد لله. الحكم كان ناويها. طبعا الحكم ده كان فظيع. يعني ما كانش هيبقى لعيب فينا. لكن انا كنت بلوم شويه على مستر جروس في التاخيرات في التغيير. يعني اما يبقى التغيير في دقيقة حاجة و80 وحاجة لا ليه كده يعني، واتنين تغيير بس. فليه بيعمل الراجل معانا كده؟ انت شايف ان هو يستغل الثلاث تغييرات اللي معاه؟ طبعا 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 طبعا. طيب انا عايز اتكلم بقى في حاجة تانية يا كابتن. اتفضل يا استاذ عصام. الماتش الجاي بتاع الاهلي والزمالك، نعم، احنا عايزين مبادرة من 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 القناة عندك، ان احنا يبقى فيه تجمع فنانين أهلوية وزملكاوية كتير في الاستاد، وكلنا مع بعض وقاعدين مع بعض. تجمع فنانين أهلوية وزملكاوية لازم. برعاية مين بقى؟ برعاية مين يا أستاذ عصام؟ والله لو عايزة برعاية، أنا برعاية سيادة المستشار، برعاية كابتن أحمد شوبير، برعاية، لكن تواجد الفنانين مع بعض في الماتش هيدي لازم انطباع جميل لكل الناس ان الاهلي والزمالك هم دول مصر. طبعا بلاش التعصب، بلاش 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 بلاش، احنا هنوصل لمرحله مش حلوه. تمام، فاهمني. وانت شفت في ماتش اول امبارح اللي عملوه، يعني زعلت انت لما شفت المشهد ده قوي قوي، والله قوي قوي. انت عارف شادي ده اخويا وحبيبي. ما استغربتش، انا استغربت جدا يعني ان هو عمل كده، وهو الكابتن التاريخي للنادي الاهلي. والله يعني ينفع النادي الاهلي ايه؟ ده رمز النادي الاهلي. يعني ينفع نادي الزمالك يتشتم يا استاذ عصام؟ رمز يعني النادي الاهلي مش لا, لا لا احنا عندنا قامات كبيره، لا الاهلي يتشتم ولا الزمالك يتشتم ولا الاسماعيلي يتشتم ولا الاتحاد ولا المصري. ليه احنا لازم نعلي من نفسنا من كلنا.
انا مش هطول عليكم. لا لا بالعكس انا عايزك انا عايزك انا عايزك يعني ايه رسائل كده بسيطه كده. انا بستغل المكالمات الجميله تحت. انت كده عايز تهني جمهور الزمالك كله بعد الصعود امبارح؟ اكيد 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 اكيد. وباذن الله الكونفدراليه لينا كابتن احمد. انت انت متفائل بعد الصعود ان ممكن يبقى متفائل؟ متفائل لان سياده المستشار مش باخل علينا باي حاجه. واللعيبه كويسه والمدرب كويس وكله تمام, فليه ما نكسبش يعني ونفرح الزملكاويه. الدوري إيه؟ الدوري زملكاوي السنه دي يا رب يا رب. ولا صعبه؟ ماتش المقاولين. لا ماتش المقاولين مهم يا كابتن. ماتش المقاولين مهم قوي. أيوة. هتخش بتلعب الاهلي وانت مطمن وفي 4 نقط فرق, لو تعادلت حتى ما عنديش مشاكل, لكن ماتش المقاولين مهم. ايه رايك في فرجاني ساسي وعيد ميلاده النهارده؟ عايز تقول له ايه؟ ده جميل ده جميل. اقول له برشا برشا, كل المصريين بيحبوك وكل الزملكاويه بيحبوك برشا برشا. الموسيقار هو احسن وصف بالنسبه لك يعني ان احنا نطلقه عليه مثلا الموسيقار فرجاني ساسي, ولا انت شايفه حاجه تانية؟ انا ده موسيقار ومايسترو. مايسترو المايسترو. المايسترو طبعا. طبعا عظيم حبيبي يا ابو حميد حبيبي. وبالنسبه لاوباما كهربا يا سلام, دول اخواتي الصغيرين بقى اللي بقى بينهم على طول. هم دول عصب الفريق يا بكواتي. اوعى يكون كهربا اوعى يكون كهربا بيسهر معاك ولا حاجه. لا لا خالص خالص, انت عارف كهربا ملوش بفطهر. استاذ عصام نورتنا والف مليون مبروك. مشكورك. الف شكر يا كابتن. الله يخليك. شكرا جزيلا طبعا فناننا العظيم استاذ عصام. افتح الجاكيته تاني. افتح الجاكيته بس لمها شويه لحد ما اروح للشناوي. اكيد انت ليك مش بيعجبه حاجه. قول لي يعني انا بس هعقب على كلام بعض الملاحظات اللي قالها ايهاب الفولي. بالنسبه للكابتن هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه بيدعي ان هو مسؤول عن الرياضه كل الانديه والرياضه والكلام ده. كان من المفترض, شايف ان في تجاوزات وقله ادب من بعض جماهير النادي الاهلي في المدرجات, كان يقوم ويسيب المدرج احتجاجا على اللي بيحصل, لانه من المفترض او هو بيدعي او هو عايز يبقى مسؤول عن كل الانديه والرياضه المصريه. يعني ما ينفعش الكلام ده يتعمل في وجود كابتن هشام حطب وهو قاعد وسطهم وقاعد مبسوط, يعني ما بينش اي علامه احتجاج او غضب او اعتراض على اللي بيحصل, وكان الموضوع على هواه. نعم. ده واحد. اتنين, بالنسبه لجماهير النادي الاهلي الفولي قال ان هي بتشتم في الاسماعيلي, بتشتم في الزمالك, بتشتم في بيراميدز, بتشتم في اي حد بدعوى ان هم بيدافعوا عن النادي بتاعهم والكيان بتاعهم ومجلس الاداره بتاعهم. انا لاحظت ملحوظه ان من حوالي اسبوع كان معتز مطر في قناه الشرق هاجم مجلس اداره النادي الاهلي وقعد تقريبا يومين مقطع في مجلس اداره النادي الاهلي. ما شفت الصفحة واحدة من الصفحات الكبيرة بتاعت النادي الأهلي على السوشيال ميديا بترد على معتز مطر. ما فيش صفحة ولا حد من جماهير النادي الأهلي بيحاول ان هو يشتم معتز مطر. لكن بيدافعوا عنه. لا ما هو ده يديك إيحاء. يديك إيحاء الصفحات دي ان الصفحات دي التمويل بتاعها والرافض بتاعها هو نفس الرافض اللي بيمول معتز مطر. صح. مين اللي ورا الصفحات دي؟ هما بيشتموا الزمالك, بيشتموا الصفحات دي اللي على السوشيال ميديا, الصفحات اللي هي الكبيره اللي هم الادمنز بتوعها, هم اللي بيروحوا المدرجات وهم اللي بيشتموا في المدرجات وهم اللي بيقعدوا يشتموا على السوشيال ميديا. الناس دي يديك ايحاء. انت اشمعنى ده بالذات ما جبت سيرته؟ مع ان شتم مجلس ده مقطع في مجلس اداره النادي الاهلي, شتم رئيس النادي وشتم مجلس الاداره, ده اتكلم على الاستاذ محمود الخطيب بالاسم في اكثر من حلقه. اشمعنى ده تحديدا انت ما جيتش يمته؟ هل علشان في عامل مشترك بينكو وبينه؟ هل في رافض بيمولكو هو نفس الرافض اللي بيمولكو هو نفس الرافض اللي بيموله لو من بره؟ هل انت مع راي المستشار مرتضى منصور فيما يخص السيد عبد الحفيظ ان الدور اللي بيلعبه اكبر من مجرد وكونها تصريحات طب رياضيه؟ طب هل تعلم ان الوحيد اللي رد على معتز مطر لما هاجم الاهلي وشتم مجلس اداره النادي الاهلي هو المستشار مرتضى منصور؟ هم شايفين ده بعينيهم؟ ان المستشار مرتضى منصور هو اللي طلع رد على معتز مطر وشتم معتز مطر لانه بيتجاوز في حق مجلس اداره النادي الاهلي. الوحيد اللي ما ردش على معتز مطر هو جمهور النادي الاهلي وصفحات النادي الاهلي. ده علامه استفهام كبيره يا جماعه والله العظيم. انا شخصيا ميال ان الناس ديت, لا الناس دي في حاجه غريبه يا ايهاب. ايوه ما ده طبعا. انت اشمعنى ده بالذات اللي انت ما جيتش يمته؟ ده بيشتمونا كلنا يا عم.
مفيش حد ما... الوحيد اللي ما بتشتمش معتز مطر وقناه الشرق. ما هل بقى ده؟ هل بقى انت بتشتغل يعني ايه وجهين لعمله واحده؟ نفس الاجنده. وجه بتشجع كوره ووجه تاني سياسي، وعشان وجهك السياسي النص السياسي بتاعك دوت انت بتوجه الامور لفتنه كرويه في مصر، وتشتم نادي الزمالك، وتشتم المستشار مرتضى منصور، وتحاول تثير فتنه كرويه ومصر على اثاره فتنه كرويه، وفي نفس الوقت انت بتدعي ان انت بتدافع عن النادي الاهلي. ماشي. طب فين الراجل اللي شتم والمسؤول عندك؟ والمسؤول عندك ما بيروحش المؤتمر اللي بترعاه المفروض الدوله بحضور الوزير المصري؟ بالظبط. مؤتمر لا، واللي بيدافع عن النادي الاهلي واللي بيرد يعني ايه الحاجه ويدافع عن مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو المستشار مرتضى منصور ضد معتز مطر، هو اللي بيتشتم من جماهير النادي الاهلي. طيب انا سالتك سؤال في النص كده وانت يمكن ما خدتش بالك، هل انت مع ما قاله المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فيما يخص تصريحات سيد عبد الحفيظ، وكون انها اجندتها اكبر من كونها تصريحات رياضيه عاديه؟ انا قلت ده قبل كده، وكنت خدت من كلام ايهاب الفولي لما قال ان سيد عبد الحفيظ كان مدير كوره اكثر من مرة في السنوات قبل كده مدير كوره، وما كانش بيجي يمه نادي الزمالك، يعني ما كانش بيجيب سيره نادي الزمالك ولا بيجيب سيره مجلس اداره نادي الزمالك ولا بيحاول ان هو يستفز نادي الزمالك. اشمعنا في التوقيت ده بالذات؟ وقلت وطرحت السؤال دوت، اشمعنى في التوقيت ده بالذات بيجي سيد عبد الحفيظ يحتك بنادي الزمالك ويستفز نادي الزمالك؟ يثير التعصب عند لما تربطه مع الكلام المستشار مرتضى منصور واللي الناس كلها عارفاه عن سيد عبد الحفيظ وانتمائه او حبه لجماعه الاخوان المسلمين، يديك برضه صوره، الصوره تكتمل والمشهد يكتمل قدامك، ان القصه ان في ناس بتلعب علشان هدم استقرار البلد ده في التوقيت ده، عايزين يعملوا حاله من الغليان وحاله من الفتنه يعني الكروية. عنده اجنده اكبر من كونها تصريحات رياضيه كرويه، والا سيد يفسر لنا ما كانش بيحتك بنادي الزمالك قبل كده ليه؟ طيب هروح للفيلم. هو اللي يجاوب لنا على السؤال ده سيد عبد الحفيظ، لان التساؤل مشروع جدا جدا جدا. انت اشمعنى في التوقيت ده بتستفز نادي الزمالك؟ اشمعنى في التوقيت ده بتحاول ان انت تثير الزملكاويه؟ تمام. وقبل كده ما كنتش بتسيرهم ليه؟ نفس الطرح يا فولي. انا بص يعني ايه، وكابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع يعني يرد مثلا على اي حد بيقول اي حاجه، وبصفته المتحدث الرسمي للنادي الاهلي او المتحدث المفوه، يعني الوحيد اللي هو ايه اللي بيتكلم، نفسي يرد على معتز مطر. معتز مطر هان مجلس اداره النادي الاهلي وغلط في مجلس اداره النادي الاهلي. انا بطلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ اطلع رد على معتز مطر. اظن معتز مطر لما بيغلط احنا ما بنقولش بقى رد عليه الرد السياسي، ما بنقولش رد عليه عشان بيشتم مصر، احنا بنقول لك الراجل ده ممكن هو ما يكونش خد باله مثلا، او جمهور الاهلي ما خدش باله الفتره اللي فاتت ان في احد الشخوص اسمه معتز مطر بيطل من قناه اخوانيه اسمها قناه الشرق او مش عارف قناه ايه، بيطل منها وطلع تجاوز وغلط في حق مجلس اداره النادي الاهلي وفي حق الكابتن محمود الخطيب. انا بطلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ يورينا كرامه زي ما هو بيطلع يهاجم اي حد بيتكلم، زي ما بيطلع يجر شكل بالبلدي كده نادي زمالك، انا بقول له اطلع رد على معتز مطر. ما بتردش ليه على معتز مطر؟ وانا اللي طرحت السؤال هنا عندك، قلت ليه كابتن سيد عبد الحفيظ كان ساعتها توقيت الواد معتز كان بيتكلم على الحلل، بيقول لك هاتوا حلل وخبطوا حلل وهاتوا صفافير، وفي التوقيت ده كان الكابتن سيد بيبتدي يعمل مناوشاته مع نادي الزمالك ومع المستشار مرتضى. وانا طلعت قلت ليه في التوقيت ده؟ احنا عندنا توقيت في ازمه معينه او في ناس من بره بتحاول تجر مصر لازمه او بتحاول تصور للعالم ان في حاله غضب في الشارع، وانت في التوقيت دوت بتحاول تعمل اثاره فتنه بين جمهورين، لان انت المفروض انت في وقت من الاوقات كنت مدير الكوره وقلت حتى فين اداره النادي الاهلي، كان عندنا طارق سليم رحمه الله عليه، وكان عندنا كابتن ثابت البطل طبعا رحمه الله عليه، وكابتن حسام البدري اطال الله في عمره، الناس دي كانت مديرين كوره، وانت كابتن سيد كنت مدير كوره لاكثر من فتره في النادي الاهلي، ما كناش بنشوفك، بالعكس انت كنت نسمه، ليه في التوقيت ده؟ تمام. مش سيد بس، خد بالك انا مصر على الصفحات، لان هذه الصفحات هي اللي كانت بتحاول تعمل وقيعه بين مصر والسعوديه من خلال ان التهجم والشتيمه على المستشار تركي آل الشيخ،
نفس هذه الصفحات اللي عامله من بنها ومش شايفه شتمت معتز مطر لمجلس اداره النادي الاهلي. بقول لك بيدافعوا عنه. طب انا ما عنديش دي حاجه غريبه فعلا. أنا بيدافعوا عنه. انا عشان ما عنديش معلومه. انا عشان فانتوا احنا بنطرح تساؤلات. لا بص انا ما بقولش معلومات. انا رايح في حته ثانيه. انا رايح في حته ثانيه عشان ما عنديش معلومه بجد. هل خضع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي للتحقيق داخل اتحاد الكره في لجنه الانضباط والقيم ولا لا؟ واحنا سمعنا ان هو تاجل التحقيق عشان مباراه القمه. لا لسه لم يتم استدعاء او تحديد ميعاد لاستدعاء الكابتن سيد عبد الحفيظ للمثول للتحقيق. قالوا انه هيتاجل عشان مباراه القمه. لا ما لهاش علاقه بالقمه. هم قالوا يعني اللي عرفوا ما يحددوا بعد القمه، يعني مثلا القمه يوم 30 مارس. اشمعنى؟ من المفترض ان يعلنوا. اشمعنى؟ ما انا ما اعرفش اشمعنى دي. هو بعد العيد بيتفتح. يعني لما الاهلي تقدم بشكوى ضد المستشار مرتضى منصور اتحدد ميعاد علشان يروح التحقيق عند لجنه الانضباط. طبعا المستشار مرتضى ما ينفعش يروح التحقيق ده لانه عنده حصانه اجرائيه لانه عضو مجلس النواب. ولكن اعلنوا ميعاد. اعلنوا ميعاد. لغايه دلوقتي ما اعلنوش ميعاد، وكان دايما بيطلع من اللجنه نفسها بيتلف على كل وسائل الاعلام يحددوا ميعاد التحقيق مع المستشار مرتضى يوم كذا. الميعاد يوم كذا، ويبقوا حريصين على ابلاغ وسائل الاعلام. بالنسبه لموضوع سيد عبد الحفيظ مفيش ولا حاجه من دي خالص، ولسه لم يتم تحديد الموضوع ده. معاي مره واحده انا لقيته مات كده ومحدش بيتكلم فيه خالص. قالوا بعد القمه، القمه دي بعد 3 سنين. ده بعد القمه يحددوا ميعاد. ايوه يعني طب ليه ما يحددوش من دلوقتي يقول لك يوم 1 ابريل التحقيق؟ وبعدين هو مال القمه؟ دخل القمه في الموضوع. هو هل كابتن سيد هيلعب في القمه مثلا هيشارك؟ هل حد من اعضاء الهيئه الموقره اللي هتحقق مع الكابتن سيد ليها علاقه بمباراه هتراقب مباراه القمه مثلا؟ او ايه علاقتكم بمباراه القمه؟ مباراه القمه في لجان معينه بتديرها وفي فرق معينه هتشارك فيها. كابتن سيد عبد الحفيظ لو عنده ايقاف او عنده او اي مدير كوره مثلا عنده ايقاف من مباراه او مطرود من مباراه، هل مش هيطبق مش هتطبق عليه العقوبه؟ اقول هنستنى بعد القمه نبتدي نطبقها. العقاب الاداري او التحقيق الاداري ملهوش دعوه بالمباراه جدا بصراحه. ما نفس القصه. انا بصراحه كمان مستغرب نفس القصه لما اتطرد في ماتش وجه الماتش اللي بعديه حضر. ما عشان هو سبق وقال ان احمد حسن كان عنده نفس القصه وتقرير الكابتن جاد جريشه عشان خوف عشان قال اشمعنى وخوف لجنه المسابقه عمل اجراء استباقي يعني وتصريحات استباقيه. هو ده الدور اللي هم بيلعبوه اللي هو يخوف الاخرين. بس هو احمد حسن عنده نفس الواقع. طب ما احمد حسن برضه يتوقف. انا مش ضد ان هو يطبق القانون. ما توقفش تاني ماتش. ما هو مش معنى ان حصل خطا بالنسبه لك لان الكابتن جهاد جديشه ما كتبش في تقريره. طب هل الكابتن عامر حسين قال لي كده على الهواء؟ طب والتقرير بتاعه كتب فيه ان هو اتوقف ده كابتن سيد؟ لا التقرير اللي هو يوم ماتش اللي اتطرد فيه كابتن سيد. كابتن جهاد. كابتن جهاد. طب يسال كابتن جهاد. لم يشر الى يسال كابتن جهاد لان ده طبعا ما ينفعش. يبقى اشمعنى قال لك ان هو امتثل. امتثل ليه؟ واتكلم عن الواقع ان هو كان مؤدب جدا. هو المفروض كان يضرب الحكم ولا ايه؟ امتثل يعني. انا بقول لك رد الكابتن بس امتثل ده. انا بطرد مدير الكوره. المفروض مدير الكوره مثلا يديله قلمين مثلا يعني المفروض ما هو هيطلع بره طبيعي. ده قرار. ولكن هو قرار. اكيد ارتكب خطا معين ادى الى ان الحكم يطرده من الملعب. هذا الخطا المفروض ان هو بيتعاقب عليه الماتش اللي بعديه. هو اللعيب اللي بياخد كارت احمر بيبقى عمل عقوق عمل ارتكب حاجه بتخليه ياخد الكارت الاحمر، ما بيكتفوش بالعقوبه في الماتش ده بس، بيتوقف ماتش او اثنين او ثلاثه او اربعه حسب الحاله اللي هو عملها. لا بس صحيح. هي في هنا نقطه كابتن احمد بيقولها، يعني ايه جهاد جريشه ما كتبش في تقريره؟ ما دي برضه مصيبه. يعني كده كابتن جهاد جريشه بقول لك عشان امتثل. لا ما هو كده كابتن جريشه فرحان. انت بتخش في الاوضه في الممر خلاص بتكتب القرار اللي عايز تكتبه واللي مش عايز تكتبه تكتبه. يعني النادي الاهلي بتخاف من النادي الاهلي فما بتكتبش القرار عشان ما يتوقفش. ما بتخافش من نادي مثلا سين او صاد او عين فبتكتب القرارات وبتظهر العين الحمراء ليها. ده فانت شايف ان اتحاد الكوره كان اولى بيه ان هو يتخذ اجراء ضد جهاد جريشه. طبعا جهاد جريشه لازم يساءل. ازاي انت تكتب تاخد قرار على مرأة ومسمع من الجميع؟ طب ايه بقى اللي ما بيتطبقش تاني لما انت في قرار احنا شايفينه بعينينا انت ما كتبتوش؟ طب ايه تاني انت ما بتعملوش جوه الملعب؟ يعني ايه ده كده مجامله فجه تحكيميه فجه للنادي الاهلي. النهارده لما يبقى في قرار طالع من الحكم جهاد جريشه ضد مدير الكره بالنادي الاهلي وما يكتبش ده في قراره، يبقى كم من جرائم تحكيميه ترتكب باسم النادي الاهلي؟ نعم. ما دي حاجه رئيس لجنه ده اللي قاله لك مش انا، ده انا فوجئت بتقول لي رئيس لجنه المسابقات بيقول لك اصل احنا ما وقفناهوش عشان الحكم ما كتبش. طب الحكم ايه الاجراء اللي اتخذ معاه؟ فين الكابتن عصام عبد الفتاح يشوف كابتن جهاد جريشه يساله؟ اذا كان الكابتن عصام عبد الفتاح يا فولي قبل كده على الترابيزه ترابيزه اتحاد الكوره
فتح ملف في تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، وانت طبعا عارف الكلام ده شرقاوي، انت طبعا كان عارف صحيح، والكابتن شوبير منع الكلام في الموضوع دوت. يعني كان تجاوز، كان تجاوز، كان تجاوز، كان تجاوز ضد الحق في حق الكابتن عصام. يعني ايه منع الكابتن شوبير؟ يعني خلاص الموضوع ده يتلم، يتحط في الدرج. طب ما هو العيب انت عارف، ما لا اصل انت بتقولي ما يتكلموش في الموضوع ده، ما يتكلموش في الموضوع ده، لو هم قاعدين بيأسسوا بيتكلموا في جهاز البت، في جهاز العروسه، كلموا في الموضوع ده ايه؟ هم هيتكلموا في عن الموضوع يا عم. اصل ابو احمد بيقول لك ايه؟ قالوا ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي، يعني حتى في الدرج. لا في درج، معلش، في درج تحت كده. ما هو معلش كابتن احمد شوبير مش رئيس اتحاد الكوره، كابتن احمد شوبير مش مجلس اداره اتحاد الكوره. احيانا يقوم باعمال رئيس الاتحاد في غياب الكابتن هاني مريد. يبقى عيب على مجلس اداره اتحاد الكوره بالكامل ان هم يبقوا شايفين تطبيخ بيحصل وحاجات يعني ايه؟ هو في تطبيخ بيحصل؟ ده تطبيخ اللي انت بتقوله، ده تطبيخ طبعا. لما انت تيجي تقول لا والنبي من الكلام، هو اللي انا بقوله ولا ده اللي حصل؟ ما هو انت اللي انت بتقوله انت طرحته دلوقتي. انت عارف ان هو اللي حصل وانا اللي بقوله. صدق وانا بخترعه يعني. صدق وتامن بايه؟ انا والله اول مره اعرف منك. وانت شرقاوي مش عارف الواقعه دي؟ لا معروفه واقعه. والله اتكلم جد والله. والله العظيم في حاجه اسمها استنى بقى. احنا اتكلمنا في الموضوع ده انت مره. استنى، طب هو لما الكابتن شوبير قال له بلاش نتكلم في الموضوع ده، الكابتن عصام قال له خلاص بلاش وادى الناحيه الثانيه. الله حاضر. اسال الشرقاوي زميلك. قال له نعم يا رئيس. اتكلمنا انا ليه؟ اسال اسال صاحبك. اساله اهو. طب ما كده يا جماعه. حصل يا شرقاوي؟ حصل، ما قال له حاضر. قال له حاضر؟ اه. طب خلاص، طب ما قال له حاضر اهو. الراجل لسه على الكلام هيعمل ايه؟ بالمناسبه عشان اقفل بقى الملف دوت، عشان خاطر نتكلم شويه بقى ايه في الحاجات برضه اللي بتسعد جماهير نادي الزمالك. طب ما ده بيسعد جماهير نادي الزمالك. بالمناسبه احنا بس نسينا نهني فريق الجزيره النهارده فوزه بكاس مصر. كان عامل ماتش كبير النهارده. ما هنيناهوش النهارده. فاز على الاهلي، على نادي الاهلي في عكر داره النهارده في لغايه. عمل ماتش عظيم، عمل ماتش محترم جدا. هي فرقه الجزيره طول عمرها فرقه محترمه في كره السله. صحيح. طبعا فرقه تاريخيه. وقدرت النهارده يعني بنبارك لكل مسؤولي نادي الجزيره فوزهم ببطوله غاليه. الزمالك رجع في الباسكت. الزمالك عامل فرقه كويسه جدا وبينافس بشكل كويس. كابتن عصام حميد طبعا. طيب روح فانيله الجزيره يعني هي اللي كان ليها الغلبه. ده حقيقه النهارده. كان مباراة فعلا مثيرة جدا، وروح الفانيلا بتاعت الجزيرة فعلا اللعيبة كانت تلعب روح عالي جدا، بنحييهم ان هم اصرارهم. الفانيلا الزرقاء لاخر لا صفر اصفر روح الفانيلا الصفر اصفر فزرق لاخر ثانية كانوا شفته. فعلا بيقاتلوا في طب بالمناسبة عشان بس يا روح للشرقاوي الاستاذ ابراهيم المنيسي بعد ما انت اتكلمت في وقعة السعودية طلع لك الباسبور وطلعك غير محق في اللي انت قلته على الاستاذ ابراهيم المنيسي. انا ما قلتش حاجه فيما قالوا ان هو طلع الباسبور. انا ما قلتش حاجه على الاستاذ ابراهيم المنيسي. انا والله ما قلت حاجه على الاستاذ ابراهيم المنيسي. انا بصيت كده وقلت له يا استاذ ابراهيم المنيسي انا هسالك سؤال وانا ما عنديش اجابه، انت رحت السعوديه يوم ماتش اعتزال فؤاد الانور ولا ما رحتش؟ فؤاد انور رحت السعوديه ولا ما رحتش؟ هو طلع لك الباسبور. طب اسمع بس مني. انا سالته السؤال دوت، قلت له انت رحت ولا ما رحتش؟ ولو رحت هناك اللي حصل معاك هناك يخليك تكسر قلل على صفحتك الصوره اللي انت شلتها بعد كده؟ ده السؤال. كان هو يطلع يقول انا ما رحتش، لكن هو طلع قال ايه؟ انت بتشير ان انا ارتشيت، ليه هم اللي راحوا السعوديه ارتشوا؟ لا حاشا لله طبعا. لا هو انت، هو بيقول لي ايه؟ انت بتشير ان انا ارتشيت. لا انا ما قلتش ان انت ارتشيت، انا سالتك انت ليه هو اللي بيروح السعوديه بيرتشي؟ اللي راح مجلس اداره النادي الاهلي اللي راح. عيب لما تقول كده على مجلس اداره النادي الاهلي وانت راجل بتعمل في النادي الاهلي. ما يصحش ان انت تلمح التلميحات دي في برنامج في قناه النادي الاهلي، وانا ما اعرفش ازاي مجلس اداره النادي الاهلي شاف الشريط دوت وما خدش باله من تلميحاتك الغريبه. انا لا اسيء لمجلس اداره النادي الاهلي، انت اللي اسأت المجلس اداره النادي الاهلي بتلميحاتك. انا سالته سؤال، انت رحت ولا ما رحتش؟ تمام. اروح للشرقاوي. ويبدو ان السؤال زعله لان فكرته انه ما راحش. بس هو راح. لا هو انا فكرته بان هو ما راحش، هو زعل انه ما راحش، يعني هم لما راحوا رجعوا زعل. يا بعد ما عرف ان الناس راحت عملت عمره وزارت الكعبه الشريفه فلما رجعت الناس زعل، فقعد زعلان يومين ثلاثة. فلما انا طرحت الطرح قلبت عليه المواجع ان هو ما راحش مع الناس. طب انا بعيد عن بعيد عن الرياضة. يعني عايزين بس يعني برضه عشان نكسر الحاجز اللي هو بتاع الرياضة ممكن الناس تمل مننا في الرياضة. مين اللي ألف أغنية ساعات ساعات؟ مش تركي آل الشيخ بالمناسبة، هو شاعر كبير يعني
تركي الشيخ شعر كبير ورد بتغنيها. لا 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 صباح صباح العظيمه الراحله ورد ما غنيتهاش خالص. لا 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 صباح كان انا غنيتها يا جدع. دي تاليف الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي. حد يعرف المعلومه دي؟ ده جمال مش كاوي. مش المستشار تركي للشيخ. لا هناك رائعه. انا كنت يعني بالمناسبه كنت وانا جاي في العربيه كانت مشغلينها على اذاعه الاغاني وكان فعلا انا كنت مستمتع جدا بالاغنيه فقلت برضه اشارككم المعلومات بحيث ان احنا برضه ندي وجبه ثقافيه للمشاهدين. طيب. بتوعنا لان الاغنيه دي تحديدا بيختلط عليهم الناس اختلط عليها الامر. لا وبعدين ايه يا شرقاوي مين المؤلف بتاعها؟ وقام واخد يا اخويا الفيديو بتاعه وقام حطه على الصفحه بتاعته والعيال دخلت تشتمني وتك تك تك وتبعت له على بمنتهى الرقي بعت له على الواتس قلت له ليه بتشتمني؟ يعني انا ما قلتلكش انت رحت. انا لو رحت لو انت رحت بيقول اللي ضحك عليك قال لك ان انا رحت. طب ما انا ما قلتش انت رحت. ده انا والله بسالك لان انا عارف ان اللي راح كتير فانا مش معايا الباسبورات بتاعت اللي راحوا. وبعدين سالته سؤال قلت له هو انت التبرع اللي خدته على الواتس بعت له قلت له ما انت خدت تبرع للمجله بتاعت النادي الاهلي هل اللي اداك التبرع ده يستحق انك تكسر قول تمام. ده اسئله بسيطه سالتها برضو. عايز اسالكم على الهجمه اللي بيتعرض ليها الكابتن مصطفى يونس هاشر قوي وكابتن مجدي عبد الغني رموز النادي الاهلي. الهجمه كابتن مصطفى يونس ده رمز. كابتن تاريخي في النادي الاهلي ده رمز النادي الاهلي. وكابتن مجدي عبد الغني ده البلدوزر ده رمز. اسطوره حيه صحيح في دولاب النادي الاهلي الكؤوس اللي شالها كابتن مجدي عبد الغني صحيح. شايف الهجمه دي ازاي؟ يعني انا مستغرب هل الناس لما بتتكلم بصراحه الناس تزعل منها؟ يعني مجدي عبد الغني معروف بصراحته معروف ان هو بيواجه ما بيقول انا كده انا بعمل كذا انا اللي عملت كذا. يعني ممكن ياخد قرارات في اتحاد الكوره ويطلع يعلنها حتى لو هيزعل انديه او هيزعل مسؤولين هو بيواجه. كابتن مصطفى يونس ده كان الكابتن بتاع استاذ محمود الخطيب كابتن هو كان الكابتن بتاعه لو تفتكر في بطوله 82 في 82 هو اللي شال الكاس اول بطوله افريقيه دخلت في تاريخ النادي الاهلي. فازاي الكابتن مصطفى يونس يتعرض لده وازاي الكابتن مصطفى يونس ما ياخدش وضعه لغايه دلوقتي في النادي الاهلي؟ يعني انا مستغرب بقاله يعني معتزل بقاله اكتر من 30 سنه او 35 سنه ما خدش وضعه اللي يستحقه داخل النادي. بيتهاجم جامد جدا. هو كان في مقطع شير ليه لو تعرفه مع سيف زاهر لما قال انا ما خدتش ساعات ولا خدت بعد ما قال الكلمتين يا جماعه لو ينفع نجيبها يا ريت. بعد ما قال الكلمتين دولت انا فوجئت بحمله غير شعواء على كابتن مصطفى يونس. بالمناسبه كابتن مصطفى يونس عاشق لتراب النادي الاهلي وكان مساند لمجلس اداره النادي الاهلي الحالي في الانتخابات. يعني الراجل بس الراجل له وجهات نظر. الراجل لما يشيد بتركي آل الشيخ يبقى مش يبقى وحش ازاي؟ هما كانوا هو شايف ان هو هما كانوا بيشيدوا بتركي آل الشيخ يا جماعه. والله العظيم انا هو لازم يمشي مع البتاع اللي هو خلاص كله يشتم. مفيش حد عنده وجهه نظر مختلفه. وانت كنت تقدر تكتب بوست تنتقد فيه بس المستشار تركي آل الشيخ ايام ما كان بيدعم النادي الاهلي؟ كنت تقدر؟ بالمناسبه المستشار تركي آل الشيخ لا يزال رسميا الرئيس الشرفي للنادي الاهلي لغايه دلوقتي. انت كنت تقدر؟ كانت الجمهور ده ياكلك. نعم. اللي هو جمهور الصفحات يعني ما نتكلمش على الجمهور العادي اللي في الشارع ده جمهور على دماغنا وناس محترمه وبتتعامل معاك بكياسه وباحترام يعني عندهمش فكره التخوين او فكره ان انت يعني لو مش معايا ما تبقاش ضدي. لكن انت النهارده انت طرحت قصه مثلا كابتن مرتضى كابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى يونس ده يشرف النادي الاهلي ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي ده الرمز بتاع النادي الاهلي. لما تيجي النهارده كابتن مصطفى يونس لمجرد ان هو ليه راي يعني هو ايه لما ايه خلاف جماهير النادي الاهلي مع كابتن مصطفى يونس او جماهير الفيسبوك مع كابتن مش الفيديو الشهير اللي طلع قال سرقوا البلعات وسرقوا اللمط وسرقوا المش عارفه ايه مش هي دي سبب الازمه ما بين الصفحات وما بين كابتن ولما مصطفى كان بينتقد قال لك ده حتى البلعات كابتن مصطفى يونس اللي بيقول قال لك حتى البلعات خدوها حتى اللمط خدوها في انتقاده المجلس ده قال لك نادي الاهلي اسلام صادق بيساله بيقول له نادي الاهلي لاولاده قال له لا لحراميته. فالراجل بيعبر عن رايه عن وجهه نظره. حتى كان في سجال بينه وبين شادي محمد برضه قال له يا شادي انت قلت على كابتن حسن حمدي أيوه وكذا وكذا كان مع الاستاذ وائل ابراهيم. فالنهارده انت الراجل ده ابن النادي الاهلي فبيعبر عن وجهه نظره. ليه انتوا بتخونوا الابن ده
وبتدينه بالولاء والطاعه للابن ده، مش يمكن ده اللي وحش وده اللي حلو، ويمكن ده اللي وحش وده اللي حلو، ما تسمعوا راي ده وتسمعوا راي ده، ويمكن الخلاف ده يفرز لكم الاحسن. ليه انتوا على طول واخدين اتجاه، يا اما انتوا صفحات تبقى موجهه ان انت اللي يجي هنا هو تطلع تهجم عليه. لا، طب ما مصطفى يونس ده ابن النادي الاهلي، ومجدي عبد الغني ابن النادي الاهلي، وشادي محمد قبل ما يشتم كان رمز من رموز النادي الاهلي، وانت كنت مخونه عشان كان بيجي الناحيه دي، وحسام حسن ابن النادي الاهلي وشرف النادي الاهلي، وابراهيم حسن شرف النادي الاهلي، وحسام البدري شرف النادي الاهلي، واحمد حسن شرف النادي الاهلي، كل دي ناس اتشرفت بالنادي. حتى هو الجمعه لما اتكلم كلمتين في تحليله برضه اتقطع واتبهدل. ما ينفعش. طيب انا هسال برضه سؤال بريء من اسئله البريئه النهارده. اسال. ماشي يا شلاوي، اسال براحتك. هل رئيس اللجنة الأولمبية هل رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب بعث بصفته رئيسا للجنة الأولمبية المصرية محايدة للجميع برسالة تهنئة أو ببرقية تهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك ولنادي الزمالك بمناسبة صعوده؟ لا ما بعتش. أنا بسأل سؤال والله. ما بعتش، وأنا كزملكاوي مش عايزه يبعت. بلاها البرقية اللي هو هيبعتها دي عشان يصيط بيها عند جماهير نادي الزمالك. عمنا صلاح عبد الله على التليفون. فانا لازم ده بقى ده عشق مصر حبيبنا كلنا ده. ده عشق مصر كلها. يا عم صلاح يا راجل يا طيب يا جميل يا محترم يا فنان يا عظيم، صباح الخير. يا حمال اهلا بيكم بضيوفك الجمال، ودايما كده في التألق ونجاح، ومليون مليون مبروك للزمالك. مليون مبروك. مليون مبروك. ها فاكر ايه بتاع طيب وسكينه؟ ها ولا ها ولا ها ولا ايه؟ بص تصدق حماده هتصدق ان شاء الله. هتصدق ان شاء الله. منورنا. الزمالك امبارح فرحنا واسعدنا، كنت في التصوير. وكنت بكل ما يعمل المخرج بقى ايه ستوب كده وننقل الكاميرا او ننقل الزاويه لازم اطمن ايه الاخبار. اسمع صفر صفر. تمام اكمل لغايه ما ايه عرفت. انا ما بعرفش زغرط بس زغرط. لا كان يوم جميل، كان يوم جميل، واحنا قبليها بيوم فرحنا للاهلي برضه. اكيد طبعا. اكيد. امال ايه؟ وبعدين انا بقى قلت للاهلاويه بقى يا حبايبي. قلت لهم انا امبارح دعيت للزمالك، وانا قبليها بيوم دعيت للاهلي. قلت لهم انا امبارح دعيت لاهلي. خد بالك، يعني ارجو ان الاهلاويه حبايبي يردوا الدعوه ويدعوا للزمالك. ودعوه ولا ما دعوش؟ بص الخلاف الكروي ده جميل قوي طول ما هو في حدود الادب واللياقه. صحيح. لان دي بقت مشكله، وبالتالي ضيوفك كمان هيشاركوني في الحكايه. احنا لسه كنا بنتكلم على قصه شادي، وكنا زعلانين من شادي محمد انه طلع، يعني احنا برضو كنا زعلانين من الموقف ده بصراحه. لا انا ما اعرفش، مع ان انا بحب شادي جدا. يعني شادي زمان كده كان يعرف ان انا قاعد في حته يسلم عليا. يعني عمنا صلاح، يعني المره دي الموضوع حلو، يعني عارف ان هو جه في اخر ثانيه وفي اخر ماتش وتعادل، وكان الزمالك بعيد في الكونفدراليه، الموضوع طعمه أيوة حلو مع فرقه حلوه كده وجميله فرقه الزمالك، وعاملين اداء رائع جدا في الدوري، وموسيقار زي فرجاني موجود واوباما وكهربا، وفرقه محترمه، فرقه محترمه السنه دي. فرجاني ده عجبني جدا جدا. كل اللعيبه. تبص يعني في ماتش طبعا تقريبا هو كان في الكونفدراليه اللي الزمالك لعب وحش قوي. واتغلب باين بفرق او حاجه كده. يعني في يوم كده لا حسيت بقى ايه، انت عارف من غضبي بقى كزملكاوي قديم، يعني زملكاوي افضل عن كده يا احمد. من عيله قصدي كلها زملكاوي. زملكاوي مقصل يعني. زملكاوي مقصل. وبعدين ابويا الله يرحمه كان واخد باله جدا ان ما ايه ما يحصلش اي حد بتاع، فكان بياخدنا الماتشات واحنا صغيرين. وخالي برضو الف رحمه ونور عليك. محدش يفلت كده ولا كده منكم يعني. محدش يفلت. بس بقى عيني عند جوز خالتي الف رحمه، وشوف جوز كل ده الف رحمه ونور عليهم. وعلى امواتنا جميعا يا رب. جوز خالتي بقى فلتت معاه، فجه ايه ولاده الكبار طلعوا اهلاويه. وهو زملكاوي، كان زملكاوي فظيع. فبرضه عمل نفس الحكايه مع اولاده بقى اللي جم بعد كده، على طول ياخدهم الزمالك وبتاع عشان يقدر، وكان بيمشي ولاده الاهلاويه من البيت. الماتش لما يكون ماتش للزمالك والاهلي. الكوره طول عمرها فيها الايه المنافسه الحلوه دي. بس زي ما قلت لك، وعايز انا اكد على، انا استغل المداخله يا احمد واكد على ايه؟ احنا نختلف
وممكن نهزر وممكن نقلش على بعض وممكن يعني الحركات اللي بتحصل بس يبقى بخفة صلب وبدون تطاول. صحيح صحيح. وبدون تطاول وبدون عصبية. وعيب قوي عيب عيب اللي احنا وصلنا له اللي هي جملة ايه لا زي مثلا الاهلاوية يقول لك ايه لا الزمالك يلعب معايا فريق اشجع الفريق الثاني حتى لو انت بتوصل مش عايز اقول انها بتوصل لاسرائيل. صحيح 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 بيتقال كده بيتقال بيتقال بيتقال. انت عملت فيلم عظيم جدا يا عمنا فيلم هندي كنت انت والاستاذ احمد ادم وازاي عملته مزيج حلو جدا مصري جميل قوي فكره المسلم والمسيحي الصديق المسلم مع الصديق المسيحي. انا بفتكر الفيلم ده حتى وانت بتتكلم دلوقتي فكره الاهلاوي والزملكاوي ومش عايزين ندخل دي بينا احنا لان البيت الواحد فيه اهلاوي وفيه زملكاوي. لا ده انا عملت احفاد الزمهلاويه كمان والزمهلاويه الزمهلاويه ده يعني يا ريت تركزوا عليه ليه لانه خايف او بدايه الفيلم خايف ازاي انا وعزة تبعوف بدانا انه بادئ من قبل ما كان فينا زمالك ولا اهلي ولا حاجه صحيح حتى قالوا ده هنا في ماتش كوره وبتاع وبادئ من هنا ازاي بدا التعصب الكروي وازاي وصل لدرجه ايه واخد بالك وفي النهايه بنلتحم احنا الاثنين الزمالك والاهلي عشان مصر. صحيح صحيح لازم يحصل الالتحام ده مع مصري والاهلي مصر طبعا والدكتور عزة تبعوف زملكاوي ما هو بقى إيه؟ وطلع بقى فيلم اهلاوي هو عمل الاهلاوي انت خلعت انت عمنا بقى من القصه دي. احمد ادم اهلاوي ولا زملكاوي بالمناسبه استاذ احمد ادم؟ احمد ادم بص بقى انا هقول لك على سبب انت عشان قعدتك حلوه. ادم ما كانش ليه في الكوره. هقول لك قفشه سريعه كده والله انا في التصوير على فكره حبيبي معلش احنا اسفين. فايه انت فاكر ايام حسام حسن نقل لعب في الزمالك؟ طبعا فاكر الفتره دي. فايه ادم كان بيتعمد ان هو يعمل نفسه اهلاوي عشان يغيظني. انت فاهم عشان بس كده يقعد يشكسني وبتاع. انا عارف ان هو ما بيعرفش الكوره خالص. فجه ماتش الزمالك والاهلي وحسام هو اللي جاب الجون في الاهلي 3-1. ايوه فاكر الماتش ده؟ فاكره. لقيت ادم بيقول لي ايه ومش عارف وبهدلناكوا شفت حسام عمل فيكوا ايه؟ قلت له حسام بيلعب مع الزمالك النهارده حسام في الزمالك. هو حسام اصله كان صاحبنا حسام حسن طبعا معانا بلياردو وبتاع وكده فهو عارف حسام حسن. بعد كده ادم بقى بدا يتعلق بالكوره شويه بس في الماتشات بتاع المنتخب. بعيد عن القصه دي. لا هو مش متعصب كروي يعني. الزمالك هياخد الدوري السنه دي عمنا ولا شايف الدنيا ازاي؟ انا كتبت حاجه على الموضوع ده وقلت والله العظيم اقسمت بالله الزمالك لو ما خدش الدوري السنه دي انا هبطل العب كوره. تلعب كوره؟ لا ان شاء الله مش هتبطل. ان شاء الله مش هتبطل. هرشدوها. هرشناها. بطل العب كوره ايه ده؟ انا بطل العب كوره من 40 سنه. بس انت شايف ان الصعود بتاع افريقيا دوت ممكن يخلي الزمالك يلعب الماتش النهائي؟ يعني انت متفائل ان احنا نلعب على اللقب في الماتش النهائي؟ طبعا بعد التجاوز. بص احنا كنا فقدنا الامل خالص. صحيح. خالص في الفدراليه دي كنا يعني كل الزمالكاويه بصراحه كانوا متضايقين جدا جدا من الحكايه دي. ان يرجعوا بهذه القوه ويصعدوا. لا اقول لك حاجه يعني انا النهارده وانا جاي التصوير فجاه كده تخيلت يا سلام لو الزمالك خد الدوري وخد الكاس والكونفدراليه. يبقى موسم تاريخي مع الثلاث بطولات. انا نفسي الحلم ده يتحقق والله. ان شاء الله ان شاء الله يتحقق. بص لا الزمالك هياخد الدوري باذن الله. على فكره حلمك ده وحلم احمد السقا. وحلم السقا. حلم السقا. خلي بالك ايه السقا زملكاوي جامد. في فنانين بص زملكاويه ما بيعلنوش. لا بس السقا السقا معروف انه زملكاوي كبير وبيلعب في الزمالك اصلا. وعز زملكاوي. لا واحمد عز زملكاوي. امال ايه؟ طب واقول لك كمان وهنيدي زملكاوي. وهنيدي زملكاوي وعمرو دياب زملكاوي. وعمرو دياب طبعا. لا عمرو دياب زملكاوي. ومحمد منير برضه. منير لا في فنانين كتير زملكاوي. وسيد رجب واستاذ سيد رجب زملكاوي. وسيد زملكاوي مش عارف سيد يعني بيعرف الكوره اول. لا وماجد المصري زملكاوي.
ماجد زملكاوي. وتامر حسني لعب في الزمالك وزملكاوي كمان. احنا حلوين اهو. امال ايه؟ كفايه انت يا عمنا. ده انت زملكاوي كبير. يعني نقول الاهلاويه ايه ما تكفلوش معانا؟ امال يا رجاله وجدعان برضك. بص احنا كلنا مصريين طبعا في الاول وفي الاخر، نثبت المبدا ده. اكيد اكيد نلعب مع بعض. يعني نلعب مع بعض ماشي، انما اما اي فريق مصري يلعب مع فريق غير مصري لا انا بشجعه بجد. في ناس يقعدوا يقولوا لي ايه يعني انت بتدعي للاهلي من قلبك؟ اه والله بدعي من قلبي. بشجع الاهلي فعلا لما بيلعب مع فرقه اهو بشجعه بجد كما لو كنت اهلاوي. يعني ازاي يعني يا جماعه ده مش ازاي يعني. الزمالك لما بيتغلب في البيت بيبقى البيت عندك عامل ازاي؟ البيت عندي بص بقى انا عشان يعني تعرف كل ولادي انا عندي بنات بس. البنات ما بيبقوش كرويين قوي يعني سيبك. ايه ساعات ايه البنات بقى على الميديا بيعملوا نفسهم كرويين قوي ويدخلوا وبتاع وكده. صعب قوي انك تلاقي بنت كرويه يعني قليل قوي اللي هي تبقى بجد يعني اللي هي تقعد تتفرج على الماتش. هي تسمع النتيجه وتروح داخله الاهلي ده مش عارف ايه وحركات انت فاهم؟ انما يعني هم بيهتموا بالكوره عشان انا خوفا على صحتي يعني. واخد بالك؟ انما عندي الصغيره جانا بقى فلتت مني. فلتت طلعت لجواز البنات لان انا بنتين الكبار متجوزين اهلاويه. اهلاويه واهلاويه متعصبين والله يعني. انما طبعا انت لو حصل حاجه كده ولا كده للزمالك البيت بيبقى سكتم بكتم، محدش بقى الدنيا بقى ايه مقفوله وكده. لا لو حاجه يعني لو ماتش مهم لا بيخافوا يجوا جنب بصراحه. اهلي والزمالك شايفه هيبقى عامل ازاي؟ الاهلي والزمالك تتوقعوا ايه اللي جاي؟ بلاش بقى الماتش ده بلاش. بص انا مره قلت ايه الاهلي كعبه عالي على الزمالك زمان، لكن الكوره كالليالي ليس ليها يا ناس امان. صحيح. اقول لك تاني عشان تعرف فانا متوقع ايه. الاهلي كعبه عالي على الزمالك من زمان. لكن الكوره كالليالي ليس ليها يا ناس امان. ليس ليها يعني يا ناس امان. ما تعتمدوش قوي يا اهلاويه انكم بتحب الاهلي الماتش الجاي هنغلبه. متوقع ان الزمالك يكسب الاهلي. هنكسب الاهلي الماتش الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. هو توقع وامنيه وبس. انت كل الصحبه كلها زملكاويه طبعا. ايوه ما هو البرنامج الزمالك اليوم طبيعي يعني. وماله الزمالك اليوم ما بتجيب حد اهلاوي يا احمد؟ وهم كل احنا اسره واحده يا استاذ صلاح ما انت عارف يعني. بتحب مرتضى منصور يعني الانسان؟ انا عارف ان انتوا علاقتكم يعني قديمه جدا. لا ده احنا في علاقه قويه من زمان وبنختلف ونتفق وبتاع. لا بص لا من زمان قوي على فكره. يعني ايه يعني انا فاكر مثلا من ايام حمري جمري. انت عارف برضه الاستشار مرتضى غاوي فن وكان له علاقه بالفنانين وعلى فكره كان هو استشاري قانوني كمان للنقابه بتاعتنا نقابه الممثلين في فتره. نعم. فكان بقى ايه حمري جمري 90 او 91 شوف بقى بلد دي. ده المسرحيه الشهيره. انا وادم وعلاء ولي الدين الله يرحمه. الله يرحمه. وللامانه كان ليه مواقف معانا نبيله جدا. واقول لك حاجه انا العضويه العامله اللي عملتها انا العضويه العامله الاسريه يعني الزمالك كان وراها المستشار مرتضى ما كان وكيل النادي. كان دعانا انا واحمد برضه عشان نشوف الانجازات اللي حصلت في الزمالك وكده وقال لي هتعملوا العضويه. ادب خلع لان النادي ما لهوش اهتمامات كرويه قوي بس انا عملت العضويه العائليه. جميل. فالعلاقه قويه جدا. بص الشرب مرتضى تحس ان هو يا عيني انا بخاف عليه قلبه على النادي قوي 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 مش بيعمل حاجه. وانا نفسي ان الحاجات دي تتحقق في عهده. لانه يعني بيبذل اقصى جهد في انه فعلا تعرف الكوره اكثر حاجه اكثر لعبه يعني واخده الاهتمام. صحيح. فان هو يحقق بطولات وبعدين واضح ان الالعاب الاخرى مش مظلومه بعهده. لا خالص خالص. ده غير بقى النشاط الاجتماعي. انا عايز اقول له بس ايه شد حيلك في الموضوع بتاع اكتوبر. موضوع نادي 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 اكتوبر. أيوة. نادي اكتوبر. فرع النادي في اكتوبر. لان احنا ما عملنا العضويه كان ايه فيها جزء عشان هيبقى ايه نادي الزمالك اللي هو في بيت عوبه
والصالح الجديد ان شاء الله اللي هيبقى في اكتوبر باذن الله ان شاء الله. بتحب جروس؟ انا ما اعرفش الموضوع وصل لايه. بتحب؟ اتمنى يعني. اكيد. بتحب جروس ولا متحفظ عليه ولا هو هادي قوي بيقف هو كده وبتاع؟ بس اقول لك حاجه بامانه يعني احنا مش برضه الواحد مش عايز يفتي يعني بس هو بيفهم كوره. هو فاهم، انا اعتقد كده فاهم كوره. ايوه. وبعدين هو حتى تحس انه متمسك بلعيبه معينه عشان عارف ان اللعيبه دي ممكن في لحظات تغير سير المباراه. من غير ما اقول اسامي معينه يعني. نعم. بالك انما احنا لينا ايه؟ احنا لينا ان نلعب كويس ونحقق نتائج كويسه. صحيح. المدرب اللي هيحقق ده، خلي بالك المدرب ده ممكن يبقى مدرب عظيم ويبقى غير موفق مع نادي. صحيح. يعني اضرب لك مثل كده، ايهاب جلال عامل نتائج هايله مع المصري. يا عيني حظه مع الزمالك مش كده؟ ما مشيتش معاه. ما مشيتش معاه خالص. خالص هو كويس جدا. أنا جدا الناس فرحت جدا لما جه. طبعا 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 طبعا. محترم. خلي بالك انا بقى ايهاب ما اعرفوش يعني، ما فيش علاقه شخصيه يعني. انما بقول لك اهو ده مثل. ده مثل يعني ممكن مدرب عبقري. نعم. مع نادي يعني حتى مثلا المدربين اللي دربوا الاهلي وعملوا نتائج رهيبه. ايوه. رهيبه. ايوه. بره الاهلي. اكيد. عمنا اخر يعني. اخر سؤال، اخر سؤال. مين اللعيب اللي بيمتعك في الزمالك دلوقتي السنه دي يعني تحب تشوفه في الفرقه؟ ما كلهم يعني، بس انا مش عايز ازعل حد يعني. بص انا طبعا اصل في واحد يميل لاوباما لا يعني في الفتره اللي قبل كده كنت بعشق شيكابالا. انا بس انا جالي رد بس يا استاذ صلاح من المستشار مرتضى منصور بالنسبه لفرع اكتوبر. ان الرسومات الهندسيه بتفرج عليك دلوقتي. بيتفرج وشايف حضرتك. شايف وبيقول ان الرسومات الهندسيه خلاص خلصت من شركه صينيه. وان النادي بعت الرسومات ديت للوزاره، واول ما يرجع الرسومات ديت من عند الوزير هتبتدي اداره النادي تنفذ بناء فرع اكتوبر واستاد نادي الزمالك علشان يبقى يعني في تاريخ المجلس دوت اول استاد لنادي الزمالك، وده حلم كل الزملكاويه. انت فتحت ملف حلو قوي ان يبقى عندنا استاد لكره القدم بالاضافه لفرع 6 اكتوبر. هاي شفت الجمله اللي انت قلتها؟ بص انا يعني انا تركيبتي بني ادم عاطفي. فبحكم العلاقه الوطيده جدا اللي تربطني بهذا الرجل اللي لا يعني في ناس كتير مش فاهم مش عارفه مرتضى منصور حقيقته بالظبط ايه. اطيب من الطيابه، اقسم بالله والله العظيم اطيب من الطيابه. عشان كده انا بقول لك انا نفسي البطولات دي تبقى في عهده، ونفسي المشروع ده انا لا بقتش اقدر اروح النادي ولا بتاع ده، بيقعد يكلمني انت مالكيش ليه وبتاع، لان بقت صحتي على قد شغلي يعني. ربنا يا ربنا يخليك لينا يا رب، ودي طول العمر يا رب. فبلغوه تحياتي وقولوا له انا نفسي فعلا في عهد مرتضى منصور يتحقق هذا الحلم اللي هو قريبا هذا الصرح الكبير لنادي الزمالك. وعلى فكره واخد قرار مهم جدا في ان حبيبك هيرجع الزمالك السنه الجايه ان شاء الله، يرجع لبيته شيكابالا. حتى ايه مش يعني ربنا يديله القوه ويكمل سنين تاني، انما انا نفسي شيكابالا يعني يختم حياته الكرويه في نادي الزمالك. ما هو راجع خلاص الموسم الجاي يا عم صلاح. خلاص خلاص والله. راجع خلاص ده قرار. هو اعلنه على الهوا هنا يعني. هو شيكابالا طبعا اعلن الرغبه، وطبعا ده بيته، والمستشار مرتضى منصور طبعا يعني رحب بيه في بيته وقال ان لابد ان يكون شيكابالا يختتم حياته الكرويه في نادي الزمالك، واعلن ان شيكابالا من الموسم المقبل سيكون في صفوف الفريق الاول لنادي الزمالك. حلو جدا حلو جدا. على سؤالك بقى اللي بيلعبوا دلوقتي والله العظيم كلهم فل، بس انا عايز اتكلم عن كهربا. لان انا كنت عملت كوميكس كده على كهربا. كهربا والله لما بيركز يا جماعه كهربا ده عنده حق كتير. ايمن حفني عنده كتير طبعا، خد بالك طبعا يعني مش عارف يعني انا بقى يعتبرون ابوهم يا عم. ركزوا. هي الكوره 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 دي سنوات معدوده. مش كده؟ صحيح. انت كلاعب كوره هتفضل تقدر تلعب لامتى؟ صحيح كده. لازم استغل كل ماتش وكل يوم. انا مثلا لا هو 10 سنين 12 سنه 15 سنه يا عم ركز في ال 10 سنين دول قوي.
قوي، وتبقى دي حياتك وتبقى مظبط حياتك كلها عشان دوا. انت نفسك ان الكهرباء يركز، نفسك ان الكهرباء نفسك ان الكهرباء يركز. طبعا انا بحبه، بحبه، حاسس ان هو ده عنده ولازم يرجع المنتخب ان شاء الله ان شاء الله، ولازم يتحكموا بقى. بص انا يعني ايه رغبه، بقول لك بقى في التصوير بس، ولو المستشار مرتضى سامعني عايز اوجه حاجه للعيبه مهمه يا احمد. هو سامعك فعلا. امسكوا اعصابكم، امسكوا اعصابكم، يعني بقى برضو دي من الحاجات المهمه قوي في لعيب الكوره، يعني انه لازم يسيطر على اعصابه. انا عارف الواحد جوه الملعب بيتسرق وممكن في لحظه عصبيه يعمل تصرف، بس ده مش لعيبه الزمالك بس، ده اللعيبه عندنا كلهم في مصر. صحيح. على فكره يا استاذ صلاح، بدون ما اقطع حضرتك، كان في النهارده لقاء للمستشار مرتضى منصور مع اللعيبه، اول تدريب ليهم بعد ما جم في الجزائر، وقايل لهم المعنى دوت، واحنا بس بنجهزه وهنذيعه كمان دقائق، هتسمعه حضرتك على الهواء. مهم جدا ده، يعني المستشار مرتضى فعلا مركز مع اللعيبه في المساله دي، في الجزئيه دي، الرد يبقى في الملعب. او كده او كده، اولا بتفيد وتخليه اكثر تركيزا في اللعب. نعم. ما يتعصب. الحاجه الثانيه مثلا ايه، الجمهور كره ساعات يغضب وساعات ايه يعني بتاع، لازم اتحمله، انا لازم اتحمله. انت نجم، انت نجم، انت شايل مسؤوليه كبيره، ما ينفعش ان انت تتفاعل مع الجماهير اللي ممكن تخرجك عن شرف. هم زعلوا منك عشان بيحبوك. صحيح صحيح، عشان نفسهم. رسالة مهمة جدا، رسالة مهمة جدا للكهرباء ولكل اللعيبة. ويمكن انا معلش انا النهاردة استحملوني اخر حاجة خالص، لان انا بحب فرجاني جدا، وفرجاني عامل حالة، ومن كل المداخلات، فرجاني النهاردة عيد ميلاده يا عمنا، فانا عايزك تقول كلمة لفرجاني ساسة. يا سلام، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو فرجاني، هابي بيرثداي تو فرجاني. غنيت له ده، مفيش بعد كده دماغ، مفيش بعد كده. بحس ان فرجاني ده، سامعني؟ سامعك طبعا، معاك يا عم صلاح. انا بحس ان فرجاني ده دماغ بتتحرك في الملعب بصراحة. طبعا طبعا طبعا. وبعدين برضه اخوه الباك اليمين النجاز، النجاز بقى ايه، والله النجاز ده بس ايه، عليه سبرنتات كده بس ساعات يكسل شويه، عايز يكسل. هنقول له مش هيكسل. عم صلاح بشكرك، واسفين ان احنا يعني خدنا من وقتك الكتير، بس انت عظيم وربنا يخليك لينا ويخليك للفن المصري والعربي كله. وبشكر فريق الاعداد بتاعكم، لان هم اللي فضلوا ورايا ونبهتهم ان انا هكون في التصوير، فخليكم ورايا لغايه ما اقدر الفوا معاكم. بحيي كل فريق الزمالك وبقول لهم الف مبروك، كل جماهير الزمالك. جمهور الزمالك يا احمد ده اقسم بالله جمهور يترفع له القبعه. نعم نعم، ده احلى حاجه في الزمالك، جمهور الزمالك يا احمد. الله عليك، الله اعظم عليك. اعظم جمهور. بشكرك بشكرك عم صلاح، بشكرك. تحياتي للمستشار مرتضى، سلموا لي عليه جدا. طبعا طبعا، هو سامعك وبيسلم عليك. بنشكرك طبعا الفنان العظيم الاستاذ صلاح عبد الله. كريم ابو حسين، كريم ابو حسين تعقبين. لازم اروح تعقبين بس بسرعه، تعقبين بسرعه، يلا. برضه لازم الراي العام الزملكاوي يعرف ليه كان في بعض التاخير في بناء فرع اكتوبر. لان اداره الزمالك تقريبا كل شهر بتدفع الديون بتاعه مستحقات اللعيبه اللي ورطها فيها ممدوح عباس، 10 مليون 20 مليون بتوع من دومو بتوع اجوجو مش عارف ايه وبتاع، فكان مستنزف في الفتره من الفترات كل شهر بتدفع مبالغ كبيره جدا. ولكن على الرغم من كده إدارة الزمالك زي ما احنا أعلننا جه الدراسة الصينية عشان تبني فرع أكتوبر، أكتوبر واستاد كرة القدم. يمكن الأستاذ صلاح عبد الله اتكلم على إنه نفسه إن يبقى المستشار مرتضى منصور ياخد في عهده دوري وكده. لا، المستشار مرتضى خد من 2014 خد بطولة دوري عام، 5 بطولة كاس، واثنين سوبر، يعني في إنجازات كروية اتحققت بجانب الإنجازات الإنشائية. نعم. عايز احيي طبعا كريم ابو حسين المجتهد والدينامو طبعا، طبعا بجد بجد، عمل شغل هايل جدا في البرنامج من شهور، وقايم بقى بدور بقى تقارير ومراسل ومذيع جامد جدا 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 كل حاجه. كريم ابو حسين دينامو الزمالك اليوم في الجزائر، وكانت لقاءات جميله جدا بعد نهايه المباراه. ايمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك، مبروك التاهل كابتن ايمن، عن جداره وعن استحقاق تصدر المجموعه الرابعه. الحمد لله والشكر لله ان احنا يعني قدرنا نسعد جماهيرنا
ومجلس ادارتنا، بارك لهم كلهم مستشار مرتضى منصور وكل اعضاء مجلس الاداره المحترمين وجمهور نادي الزمالك العظيم. وانا شايف ان دي ابسط حاجه ان احنا نقدمها لهم، لكن يعني انا بالنسبه لي كايمن مبسوط جدا وسعيد، لكن مش هبقى مبسوط الا لما اكسب البطوله باذن الله، عشان انا شايف ان نادي الزمالك احسن واكبر فرقه موجوده دلوقتي في افريقيا، هم يستاهلوا كده. اللعيبه بتتعب وبتجتهد، بنتكلم معاهم على طول في دوت ان هم حرام يضيعوا فرصه من ايديهم سهله جدا. هم دلوقتي كل الناس شايفاهم الافضل وشايفاهم ان هم اقوى ناس في افريقيا واقوى لعيبه موجوده في افريقيا. عندنا كوكبه من اللعيبه كبيره جدا جدا، ان شاء الله ربنا يكلنا بالنجاح ان احنا نكسب الكونفدراليه والدوري والكاس ان شاء الله باذن الله. فرحه كبيره النهارده بعد المباراه في غرفه خلع الملابس، اعتقد ان ده كان نابع من ان احنا يعني من قاع المجموعه لتصدر المجموعه، ده الرد على كل من شكك وكل كان متربص بنادي الزمالك وفريق نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. بص هو في الاخر احنا عارفين نادي الزمالك قد ايه الناس ضده وقد ايه الناس بتتربص له وبتصيد له، لكن في الاخر نادي الزمالك هيفضل كبير اكبر من اي حد واكبر من كل اللي بيتربصوا بيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عمر ببارك له، وانا مبسوط جدا جدا ان هم اختاروا في المنتخب الاولمبي. انا حقيقة كنت حزين وزعلان ان عندنا جول وشه حلو عليه. فرحة بقى ايمن انت فرحة كابتن خالد سلام، فرحة كبيرة كابتن خالد، فرحة كبيرة، كل فرحان، لعيبة جهاز عبد السلام عمر مهندس هاني، فرحة كبيرة يا باشمهندس. طبعا امبارح انا كنت بسجل معاك الاول، طبعا بسلم على كل الميدل في خالد، كنت بسلم على خالد. احتمال احنا ننزل مع نكانا ريد ديفلز، احتمال. اقول لك حاجه بقى انت لسه ما تعرفهاش خالد، عارف 1-1 اوتو فيستر هناك، اللي جاب الجون الاولاني بتاعنا او الجون الاول بتاع نادي الزمالك كان خالد الغندور. ده انا اعرضه دلوقتي خالد الغندور على فكره، يعني اخدت بالك طلعنا 1-1 في زامبيا. طبعا فرحه حلوه، وانا قلت لك امبارح احمد انساها انا اكمل اللقاء يا استاذ. عايزين نمشي وهم دول قاعدين. انا عادي اول سفريه معانا صح نكمل. انا اتفقت مع احمد مرتضى قبل الماتش وامير، قلت لاحمد يا احمد انت بتقعد جنب مين في الماتشات؟ بقعد جنب ليه؟ عشان وشنا بيحصل فيه ايه؟ احنا اتفقنا وتشاور وفي عزومه على العشاء كمان. ده ان شاء الله ان شاء الله مش هبقى موجود. فالحمد لله قعدنا، الحمد لله الماتش، المستشار كان قلقان جدا، كان بيكلمنا، وبالذات يعني اذا سمحتوا لي من الحكم السيء بتاع النهارده، الحكم السيء. لكن احنا كان قلبنا الحمد لله مش عارف، يعني حتى احمد كل شويه يقول ايه هنكسب، صلى على النبي هنكسب. وكان ممكن محمود عبد العزيز فعلا انه نكسب، اخدت بالك؟ لكن الحمد لله عدينا اصعب دور في كونفدراليه، وانا عاشم في ربنا سبحانه وتعالى ثم الجهاز واللعيبه والاداره وكله 10 10. بشكر المستشار لا انت عملت مجهود. بص يا مش بالمناصب اللي بيخدم نادي الزمالك، مش بالمناصب. انت من سنه وشويه عملت احسن مبنى لاستشفاء ومبنى للفريق الاول لكره القدم موجود في مصر، اكتر من اي نادي، من ساونا، من جيمنازيوم، من جاكوزي. احنا متفقين معاه على حلقه جايه الاسبوع الجاي وهيحكي كل ده، فسيب ما تحرقش بقى لنا الحلقه. طيب خلاص ماشي. يلا اسمع عمر كنت عايز تقول حاجه. كنت عايز اقول حاجه بس، ان الكابتن ايمن، انا عايز اقول يا جماعه ان كابتن ايمن يا كابتن خالد اقسم بالله اقوى واحد في الفرقه. بص عضله المايه عامله ازاي، مبطل بقى له مش عارف 7 سنين. بص يا كابتن والله بجد. ارجع بس لعمر ثانيه، انا كنت زعلان جدا لما كان عندنا ماتش الزمالك وقال لي احنا كسبناه 3 بتاع ال 97 وهو كان واقف، وكان الكابتن اسامه عبد الكريم موجود، وانا ما كنتش عارف ان عمر ما خدوش المنتخب. بس الحقيقه لو كنت اعرف كنت عاتبته ولومته جدا، لان هو موهبه ما ينفعش تبقى قاعده. بغض النظر هو مش ذنبه ان احنا عندنا 2 جوال كبار، الجنش وعماد السيد، فهو جاي مظلوم. في جوال كتيره بتبقى موهوبه وعندها القدره ان هي تلعب، بس هو لو خد الفرصه هيلعب. خلي بالك عمر في اي ماتش لما بيطلب منه بيلعب، بيبقى راجل بيبقى قادر ان هو يحمي حالين. انا كمان حاجه ما شاء الله، انا حقيقه مبسوط بيه جدا جدا، مؤدب جدا جدا، وقت ما بتقول له يلعب بيلعب وبيأدي كويس قوي، بتجيبه من بعيد قوي وتقول له تعالى شارك فبيشارك وهو احسن واحد في الماتشات. اللعيبه اللي زي دي الشخصيه الاول اللي تدخل نادي الزمالك لازم تقعد تدور على زي عبد السلام كده. فانا زي ما بقول لك نادي الزمالك كبير اكبر من اي حد، بعيدا عن الناس اللي بتقعد تتكلم
ان شاء الله عليهم نكسب الكونفدراليه واحنا اول الدوري، وان شاء الله باذن الله نتقابل في الاخر بعد ما نكسب الثلاث بطولات ان شاء الله باذن الله. عايز اقول حاجه لكابتن امير بس، بعد كابتن ايمن عايز اقول له زمالك حبيبي يا كابتن امير، مبروك الاهلي النهارده، عمر مباراه كبيره، تقول ايه لجماهير نادي الزمالك؟ الله يبارك فيك، والحمد لله يعني نقطه كانت بالنسبه لنا فارقه عشان نعدي الدور اللي جاي. ببارك لجمهور نادي الزمالك وان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله نقدر نكسب البطوله باذن الله. مبروك يا عمر، الله يبارك فيك حبيبي، وبالتوفيق ان شاء الله مع المنتخب الاولمبي ورحله موفقه لكل الناس. كابتن عبد السلام مش هعطلك يا حبيبي كتير، ولكن لازم في يوم زي ده النهارده تواجه كلمه جمهور نادي الزمالك. بنبارك للجمهور كله، والبطوله دي ان شاء الله في الاخر هنديها لهم هم، وان شاء الله نقدر ناخدها ونكمل فيها، وان شاء الله الدوري والكاس، والف مبروك لجمهور الزمالك كله. بشكر مرة تانية كريم أبو حسين طبعا من الجزائر، وشايفين انتوا طبعا الملحمة الجميلة، وشايفين جمهور الزمالك مع اللعيبة، وشايفين لعيبة الزمالك، وشايفين كهربا يقول لك كهربا بيتخانق ومتخاصم مع أوباما ومش عارف ايه. بصوا على المشاهد دي وانتوا تعرفوا الحقيقة، دي لعيبة وفي أوضة اللبس ازاي كانوا بيحتفلوا، وازاي كل واحمد جلال ابراهيم وهو راجل مستشار زملكاوي من قلبه بيرقص مع احمد مرتضى منصور وده نائب في البرلمان، مشاعر زملكاويه صادقه، ولاعيبه بتحب بعضها واسره واحده، اسره نادي الزمالك. عايز في الحلقه ديت، لان طبعا احنا خدنا نخبه من فنانينا العظام، انا نفسي برضو يا جماعه لو تسمحوا في الجزء الاخير، لازم جماهير الزمالك لها حق علينا انها تعبر صحيح عن رايها، فارجوكم نزلوا ارقام تليفونات البرنامج، حابب جدا اتواصل مع الجماهير على الهواء مباشره، يتكلموا معانا ويقولوا ويعبروا عن مشاعرهم وعن كل اللي هم عايزين يقولوه عبر الزمالك اليوم. شويه بقى اتكلم كده شويه عن الزمالك الشرقاوي فيما يخص فريق الكوره. انا عندي احساس في البطوله ديت ان هناك ايادي خفيه تلعب لعرقله مسيره الزمالك في هذه البطوله. انا بكلمك واعتبرني متآمر، ونظريه المؤامره في البطوله ديت مسيطر عليا زي بطولات كتيره. في البطوله دي بس ولا في الدوري والبطوله؟ لا انا بتكلم، خلينا الدوري بعدين. الحكم في مباراه بيترو اتلتيكو، الحكم الموريتاني اللي هو 28 سنه ده، ما كانش طبيعي. لا مش طبيعي. والحكم بتاع امبارح والمساعدين، وبحط تحت كلمه المساعدين 100 خط، ان كان في الدوري المصري او ان كان في الكونفدراليه، في حاجه غلط بتتعامل مع الزمالك في البطوله ديت من ناحيه الحكام والاتحاد الافريقي. هو ده احساس يمكن وصل لاغلبيه الناس او غالبيه الناس. ولكن اللي مطمني انا شخصيا ان الزمالك مش مجامله ولا حاجه، ولكن عنده شخصيه الفريق البطل. ماشي، بس البطل اللي هو قدر في موقف صعب، بدايه صعبه في دوري المجموعات، انه يعرف يعمل كامباك بالشكل ده ويتصدر المجموعه ويبقى اول بس الحكم المجموعة. ممكن يخلص عليك في واحده، الحكم ممكن يخلص، ولكن الحقيقة انت هتعمل ايه حتى لو انت مين؟ طب انت مفيش قدامك والله. غير مفيش قدامك غير ان انت تعتمد على نفسك بدراعك وبمجهود الولاد بتوعك والجهاز الفني في الماتشات، واحنا عندنا القدره بس على انت ده. عندك نفس الاحساس؟ انا عندي نفس الاحساس ومتخوف اكتر منك، ولكن ممكن يكون ده هاجس ولا فعلا في حاجه. لا الحكم حسن. الحكم اللي كان في ماتش حسين ضاي ده كان غريب جدا، واللي قبله ده في كور انت اصلا ما تعرفش ما لمس الواد وبيحسبها فاول، وفاولات في مناطق مؤثره جدا وعلى حدود منطقه حتى مستويات الحكام الشرقاوي اللي بتيجي في ماتشات الزمالك لا تليق. يعني انت الزمالك هو اسم كبير جدا في عالم الكره الافريقيه، بيلعب مثلا مع بيترو اتلتيكو او بيلعب مثلا مع نصر حسين ضاي، بيجي له حكم سنغالي مثلا، مش حكم تونسي، مش حكم مغربي. دي يمكن فسرها المستشار مرتضى امبارح في مداخله، وقال حتى ان ده جزء من تعنت الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام في الاتحاد الافريقي مع نادي الزمالك، لانه بيجيب لك حكام من دول بعيده، تكلفه استضافتهم والتيكت بتاع الطيران بيبقى 3 أو 4 أضعاف ما يجيب لك مثلا حد من ليبيا او حد من تونس زي اخرين. نعم. زي فرق اخرى بتبقى مشاركه، بيجيبوا لهم حكام من مناطق او بلدان مجاوره، فبتبقى التكلفه كمان سهله. وبيتحدثوا العربيه. ويا ريت كمان اللي هو يعني كمان الزمالك مش قصه فلوس، يعني لو على الفلوس بسم الله ما شاء الله خزينة نادي الزمالك فيها يعني 100 سنة على قدام. مدى نشوف. لا يعني الحمد لله، يعني لا بجد يعني مش بتاع القصة، مش قصة فلوس، ولكن القصة بقى هنا يعني يجيبوا اللي هم عايزينه
والزمالك يدفع مفيش مشكله، ولكن الفكره في ان احنا نخاف من التعنت، نخاف ان يبقى في استقصاد لنادي الزمالك او فريق الزمالك في الماتشات اللي جايه. التقاليد المتعارف عليها داخل الاتحاد الافريقي وما كان يحدث في الكره الافريقيه على مر السنوات، استشعر ان هو بيحصل مع الزمالك، هو نفس الطرح مع كافولي فيما يخص مسيره الزمالك في الكونفدراليه، واتخوف من صعوبه المباريات القادمه وطواقم تحكيميه ممكن تلعب ضد الزمالك في مباريات مصريه جايه. فاكر ماتش النجم الساحلي والطرد اللي خده علي جبر؟ ما انا بقول لك يعني طبعا هو اللي احنا شفناه من اخر حكمين لمباراه الزمالك، حكام مش على نفس مش على مستوى المباراه، مش على مستوى الفرقتين. امبارح الحكم والاثنين مساعدين بتوعه واضح جدا ان هم نازلين من البدايه عندهم عندهم واخدين قراراتهم. انت بتحكم سواء بقى متاثر سواء انت ضعيف الشخصيه او انتوا خبراتكم ضعيفه فمتاثرين بالجمهور في الملعب، سواء نواحي اخرى يعني ما نملكش ان احنا الا ان احنا يعني نحسها بس، لكن مش حاجه ملموسه في ايدينا. ولكن امبارح قرارات بنسبة كبيرة جدا كان بيتلكك حكم قرارات يعني وفي أماكن هو عارف بيروح فين، عارف بيتلكك فين، وعارف بيصفر فين، وعارف بيوقف اللعب بتاعك وانت رايح فين. لا امبارح بدليل ان لعيبة الزمالك يعني طارق حامد بالتحديد ويعني خرج عن شعوره أكتر من مرة، أنا يعني وساسي وخالد بوطيب بيتكلم عنه بالفرنسية في حاجة مش مظبوطة. حتى بعد المباراة لعيبة نادي الزمالك راحت على اللايز مان يعني النحيادي المساعد الاول النحيادي، يعني اللي هم بيقولوا له يعني خف بقى، لا احنا خلاص خلصنا احنا غصب عنك والله بقى ارحمنا بقى، لا يعني بيقول له ايه يعني انت رايح بتغيظ وبتقول له ان انا كسبت برضه يعني انت بعد الماتش يعني الحكم صفر، بصيت لقيت لعيبة الزمالك كلها رايحة ناحية اللايز مان رايحة تغيظه، يعني هم حاسين انت ما كنت بتلعب اللايز مان ده. فلا طبعا احنا بنطالب الاتحاد الافريقي الفتره اللي جايه تبقى مباراه نادي الزمالك، نادي الزمالك بيلعب ممثل مصر في البطوله الكونفدراليه، نادي الزمالك يعني نادي كبير، ما ينفعش ان انت تجيب له حكم دون المستوى، ما ينفعش ان انت تجيب له حكم اسمه مغمور. زي ما بتتعامل مع كل الانديه الكبيره لازم تتعامل مع نادي الزمالك وبالذات وبالتحديد في المباراه اللي جايه، لان هي مباراه حاسمه ومصريه. عمري ما بنسى طرد علي جبر في ماتش النجم الساحلي في النهائي، في قبل النهائي، والزمالك كسب 3، بس كان قرار مؤثر جدا وانتم فاكرين طبعا الكواليس، ودي اخر حاجه كده كان في الكونفدراليه برضه. خالد من السعوديه، كونفدراليه. خالد من السعوديه، استاذ خالد. صباح الخير يا كابتن احمد. صباح الفل. صباح الفل يا حبيبي. ازيك يا خالد؟ اتفضل. خالد خضر معاك من السعوديه الفايبر كتير يا رب، الله يخليك منور الشاشه، والف الف مبروك على البرنامج يا كابتن. الله يخليك يا خالد، مشكورك شكرا جزيلا. اتفضل. صباح بصبح على الكابتن ايهاب الفولي والاستاذ محمد الشرقاوي. ايهاب الفولي والاستاذ محمد الشرقاوي، احلى زملكاويه. الله يخليك. قول لي عايز تتكلم في ايه؟ اهم حاجه ببارك الزمالك على تبارك الخط. طيب في مشكله في الاتصال، يعني ناخد كل شويه يا جماعه تليفونات، ده مهم جدا، انا حابب جدا اسمع الناس لان الجمهور اتحمل. وبعدين شرقاوي عاملين حاله على السوشيال ميديا وبيعملوا مقاطع وكليبات وعاملين جو عالي جدا وداعمين، وعلى فكره اللعيبه بتتفرج على الكلام ده. صحيح. ومن حق 60 مليون زملكاوي ان هو يفرح بفريقه، من حق 60 مليون زملكاوي ان هو يفتخر بالاداء الراقي. هو ده التعداد الاخير لمحمد الشرقاوي؟ مش محمد الشرقاوي، ده حقيقه. اللي عنده عكس ده يثبته. يعني انت شايف ان الزملكاويه في مصر انت 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 دلوقتي في المداخله بتاعت الاستاذ صلاح عبد الله، انت عددت كام فنان زملكاوي؟ كتير، 20 فنان زملكاوي، وممكن اكتر من كده، في اكتر من كده. لا طبعا في كتير. فالفكره يعني المعلومات الخطا، او انت فجاه مثلا بتكتشف حاجات ان انت دارسها في كتب تاريخ غلط وتتصحح معلومات. كان من ضمن المعلومات الخاطئه ان الاهلي هو الاغلبيه بالنسبه للجماهير. شوف السوشيال ميديا الصفحات بتاعه الزمالك مدى تاثيرها الايجابي بالنسبه لدعم الفريق بتاعها. انت شايف ان جماهيريه الزمالك في مصر
اكبر من جماهيريه النادي الاهلي. اه شراوي عامل دراسه. شراوي انا عامل دراسه وهجيب لكم هنا نزل في النجوم والكفور والدول العربيه بعض الدول العربيه فعلا الكلام ده. نزل كاميرا نزل كاميرا في نزل كاميرا يعني حتى بشكل عشوائي. لا 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 فولي هو نزل كاميرا نزل كاميرا في في شارع واعمل استطلاع راي عشوائي او شوف عينه عشوائيه لو انت حابب تتاكد من لا انا بسالك. لا هو مش بشكك في دراسه. انا مش بشكك. لا هي انا مش بشكك انا بسالك. لا ما انا بقول بقى عشان لان انت بتقول ان انت عامل ده مش هو مش هو مش هو ده. لك. اه طبعا انا بقول لك في 60 مليون ما لا يقل عن 60 مليون زملكاوي في جمهوريه مصر العربيه غير شعبية نادي الزمالك الطاغية اللي ما حدش يختلف عليها في الدول العربية ودول الخليج تحديدا. فمن حق الجماهير دي ان هي تفخر بفريقها. من حقهم ان هم يفرحوا بمجلس الإدارة بتاعهم. من حقهم ان هم يستمتعوا بأداء اللعيبة والسيمفونيات اللي هم بيعزفوها في كل مباراة سواء في مصر او بره مصر. يعني جماهير نادي الزمالك عانت فعلا كتير في بعض السنوات وخصوصا في الفترة من 2004 ل 2014 عانوا بشكل كبير جدا. لك ان تتخيل ان الجمهور ده فضل مساند لفريقه يعني بيتعرض لقاء وجمهور بيزيد بيتعرض وبيزيد وبيعلى والناس مش متخلية عن فريقها. يمكن الجمهور بدأ الزمالك من 2014 عشان كده الناس بتحب شيكابالا بالظبط. خلي بالك لان شيكابالا شال على اكتافه حمل كبير جدا كان هو لوحده كان في فترة من فترات محدش شايله وكان ضد مجالس ادارات في ايامها مش حاسين بقيمه فرقه الزمالك ان ازاي يبقى عنده باكرايت نجم وزي ما بيحصل دلوقتي الوضع النجاز. الوضع اتغير عبد الله جمعه الوضع اتغير في 2014 لا هو الفريق اللي لعب حسين ضاي ده كان ايه انت عندك نص دوليين في تليفون بس دول عشان ايه في ناس بتصل بيها من بره مصر من بره مصر مصهرينهم احمد من دبي ابو حميد ابو حميد الو صباح الفل صباح الفل ابو حميد صباح الفل على احلى المنتويه الله يخليك حبيبي استاذ احمد ازي حضرتك بتمسي على ضيوفك الكرام حبيبي اتفضل ابو حميد استاذ فولي واستاذ شرقاوي منورين الدنيا كلها استاذ شرقاوي انا بس حابب امسي على كل الزملكاويه واقول لهم الف مليون مبروك على الصعود بس حابب اوجه بس رساله بسيطه لكل لعيبه الزمالك والجهاز الفني الزمالك يا استاذ احمد لو حابب ان هو ينزل اي ماتش يكسب اي فرقه هينزل يكسبها الجيل اللي موجود دلوقتي ده لو عايز ينزل في دماغه ان هو يكسب اي ماتش هينزل يكسب مستريح ثلاثة وأربعة وخمسة. الجيل اللي موجود دلوقتي حالا ما جاش كده من زمان في تاريخ نادي الزمالك من زمان. نعم. كل اللعيبة الجميلة دي. فرجاني وطارق أحسن خط نص في آخره كده. هجومنا الثلاثة اللي تحت رأس الحربة ما فيش أحسن من كده. مش هتلاقي أحسن من كده. دفاعنا بيجيب أجوان يعني دفاعنا كمان مش بيدافع بس لا دفاعنا بيجيب أجوان. هداف الدوري. بس اللعيبة بتبقى في نفسها. صحيح بس عليكم جدا كلنا فرحانين احنا جينا من ورا جينا من بعيد قوي الناس كلها كانت مفكره ان الزمالك خلاص والموسم بتاعه بينهار والموسم بتاعه بينتهي مفيش الكلام ده اللعيبه رجاله اللعيبه على قد المسؤوليه اللعيبه تقدر تعمل اللي مفيش اي فرقه تقدر تعمله وبمسي عليكم مره ثانيه وان شاء الله جاي احسن واحسن واحسن ان شاء الله ان شاء الله بشكرك احمد شكرا جزيلا طبعا بتنهال المداخلات والمكالمات من الجماهير بنحاول يعني كده كل شويه بس لان طبعا للاسف الوقت مش كتير لان احنا معانا كلام مهم جدا وانا دائما وابدا اثني على دور مجلس اداره نادي الزمالك ان هو بيتدخل في جلسات نفسيه وتحفيزيه وحماسيه مهمه جدا في توقيتات انا بشوفها من وجهه نظري المتواضعه انها توقيتات قاتله وتوقيتات مصيريه ومهمه جدا علشان يدعم ويوصل رسائل بتبقى مهمة جدا في موسم صعب واستثنائي السنة دي مع نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بعد نهاية هذه المرحلة كيف كان لقاؤه باللاعبين تعالوا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في المكان ده احنا وقفنا واحنا كان عندنا نقطتين مش كده حزن قلت لكم بأمر الله بإذن الله بالإرادة القوية والتوفيق بإذن الله هتبقوا الأوائل وأنا ما كنتش بتنبأ يعني ما نمتش حلمت يعني بيه الكلام ده لكن أنا عارف أنتوا كلكم لعيبة رجالة على قد المسؤولية ويمكن الماتش بتاع اللي هو المصري اللي احنا لعبناه امبارح ده الماتش الأولاني
اللي جاب في جون اوباما في الدقيقه 93 و3 صاع 3 مللي كده حاجه كده يعني كده. برضو قلت لكم ان الجون ده هو فاتحه الطريق باذن الله بالنقطه دي ان احنا نبقى الاول. ببارك لكم كلكم طبعا اللي لعبوا واللي ما لعبش، كلكم رجاله بلا استثناء في ظروف كانت صعبه جدا جدا. يعني اول مره كم من الشتائم تطلع مني وانا قاعد في الاوضه لوحدي بتفرج في مباراه. ليه؟ لان انا شايف حكم ومساعد اللي هو بتاع الواد ابو خشبه اللي معاه ده حاجه بشعه، مصمم يعمل مصيبه، والمصيبه اللي ما عرفش يعملها هو كان طبعا نفسه في ضرب الجزاء، هو كان نفسه في ضرب الجزاء. لكن اهم من ضرب الجزاء معروف ان طبعا بنشكر الفريق الجزائري حسين ضاي، وبنشكر شعب الجزائر المحترم المحترمين اللي قابلوكوا احسن مقابله، وده شعب الجزائر الراقي، والفريق ده زي ما قلت لكم جمهوره جمهور راقي، مش جمهور قليل الادب ولسانه طويل وواطي وسافل ومنحط وعمال يتشدق لي مش عارف بايه. لا ده جمهور محترم اللي احنا شفناهم، ده جمهور محترم راقي. انت تروح المغرب، تروح تونس، تروح الجزائر، تروح ليبيا، بتلاقي الجماهير السودان، بتلاقي الجماهير المحترمه دي. فالراجل عمل امبارح بقى 500 لعبه حوالين منطقه الجزاء، بحس انه محمود علاء مثلا يمسك الكره بايده مثلا يبقى ضرب الجزاء، جن شدي واحد بالشلوت يبقى ضرب الجزاء، الونش مش هو ده كان هدفه الاساسي انه يعمل مصيبه. وبعدين القرارات المضحكه طبعا ساسي كان بيضحك وانا بضحك برضه، الكره على الوادي وحاسب عليه هو تمام. لكن الحمد لله بفضل الله ورجولتكم قدرتم تعدوا اصعب، انا بعتبرها اصعب مجموعه واصعب بطوله في الكونفدراليه، لانه كل الفرق يمكن جامده. الفريق الوحيد اللي فاز خارج ارضه فريق الزمالك، مظبوط كده ولا حد؟ انتم اللي فزتوا خارج ارضكم. الفريق الوحيد اللي تعادل خارج ارضه انتم برضه. شفت امبارح نورمايا غلبت بيتو واللي مش عارف الدورماية غلبت فريق جزائري الاسبوع اللي قبليه، فانتوا رجاله. عندنا بقى دلوقتي خلاص الصفحه دي طويناها، طبعا في مكافآت محترمه زي ما وعدتكم، بس قبل المكافآت هتصرفوا النهارده رقم واحد المستحقات بتاعتكم، ده رقم واحد. النهارده الاخ محمد هيطلع تقولوا في حسابهم كلهم النهارده المستحقات بتاعتهم خلاص، وبعدين تكتب لي بقى مذكره عشان المكافاه. عندنا ماتش مهم بتاع النهارده يوم الاربعاء ان شاء الله. طبعا اعتقد خالد بوطيب سافر من هناك، سافر من هناك. طبعا انا بشكره انه في الظروف دي كان في القاهره وبعدين طلع فرنسا، خد والده الله يرحمه، طلع من فرنسا وده المغرب دفن، وبعدين رجع القاهره تاني، وبعدين طلع الجزائر، من الجزائر على المغرب. فطبعا بنشكره على اللي هو عمله ده بصراحه، يعني مجهود فوق الطاقه. يبقى نمره واحد خلاص دلوقتي تصرف لهم المستحقات القديمه كلها. نمره اثنين تعمل لي المذكره بالمكافاه. احنا عندنا ماتش المقاولين، ماتش المقاولين ده زي ما قلت لكم لازم تعرف ان كل لاعب عنده انذار يخلي باله ان ممكن الحكم يتعمد يديله انذار علشان ما يلعبش ماتش الاهلي. ماتش الاهلي اهميته بقت الاتي، كلنا اتشتمنا من جمهور او اللي عاملين نفسهم جمهور الاهلي، مش عارف شفتوا الفيديو ولا لا، بقياده شادي يا محمد حلوه جميله الرقاصه. المباراه بتاع الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بتاع الزمالك طبعا احنا المفروض وملعب برج العرب انا عرفت متقفل امبارح خلاص وبيتوضا بحيث يوم الماتش هتلاقوه ممتاز، لانك انا عندي فكره تروح تلعبوا في السويس عشان ملعبهم كويس، فابتدوا يشتغلوا في برج العرب من النهارده. ايه بقى الماتش بتاع الاهلي بقى؟ كلنا اتشتمنا في ماتش الاهلي والاسارتي اسارتي باين الجزائر، شتيمه ومش عارف ام الزمالك وام لعيبه الزمالك وام رئيس الزمالك اتشتمنا. احنا مش هنرد بيه اللي اتقتل،
عشان احنا فعلا نادي مبادئ وقيم. واللي عملوا كده اساءوا جمهور الاهلي المحترم. واللي عملوا كده عملوا في وجود الخطيب ومجلس ادارته وهشام حطب بتاع القيم. تمام؟ انا عايز رد في الملعب. على امهات كل اتشتمت، على نادي كل اتشتم، على رئيس كل اتشتم، على جمهور كل اتشتم. دي اهميه المباراه. يعني هي مباراه طبعا لو ربنا كرمكم كسبتوا خلاص يبقى فارق 7 بونت واللي حصلنا بقى يبقى كسرنا. تمام؟ يبقى الماتش اللي بعديه باذن الله برضه كسبته مفيش دعوه يكسب هو يخسر مش قضيه. لكن احنا دلوقتي لينا طار في ملعب. وانا بقول لجمهور الزمالك مش عايزين نشتمهم. الرد منكم انتم برجليكم وعقلكم. النادي اللي اتشتم ده عرفوهم انه نادي محترم. وان لما بيرد بيرد في الملعب. والزمالك بيتشتم لعيبه ونادي وجماهير ورئيس. وهو بيلعب مع نادي تاني في بطوله تانيه خالص. ده معناه ان الشرخ جامد. معناه ان الشرخ هناك جامد قوي. وانكم انتم جيل ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله تحصدوا بامر الله كل البطولات. عرفتوا بقى اهميه الماتش ايه؟ بس عشان نوصل للاهلي ماتش الاهلي لازم يبقى ماتش المقاولين داخلين واحنا واخدين 3 بونت باذن الله. انتوا احسن فريق تقدروا بامر الله تكسبوا اي حد. كلام واضح؟ ردنا على الشتيمه هيبقى في الملعب. ايا كان اللي هيلعب، هيلعب محمد ابراهيم، هيلعب حميد، ايهاب، وينش اي حد. انتوا نازلين بتقولوا لهم احنا الزمالك الاكبر والاقوى والمؤدبين وهنربيكم في الملعب. التربيه هتبقى في الملعب. مش التربيه والشتيمه في المدرجات، امك الالفاظ البذيئه اللي قعدوا يقولوها امك يا كذا امك يا كذا. وطبعا كهربا خد النصيب الاكبر يعني. هو وانا. انا مشتم النادي كله، خدوا لعيبه جماعيه، خدوا كهربا وخدونا. افرجكم عشان بس قبل الماتش عشان ما اشغلكوش، عشان تعرفوا انكم ليكوا طار مع النادي ده اللي احنا بنتكلم عنه بكل ادب واحترام. عمري ما اتكلمت عن النادي الاهلي بقول ده نادي كبير ونادي عظيم جمهور عظيم. لكن لما يبقى فيه 300 واحد في المقصوره جنب الخطيب ومتفقين ومظبطين وجايب عيال تشتم الزمالك، تمام؟ والله خلاص هنبتدي نتكلم. مالكوش انتوا دعوه بقى، انتوا ردوا في الملعب. انا ممكن ارد على مثلا 50 مليون في وقت واحد. وهم جربوني قبل كده في ماتش من المطوشه، عرفوا انا عملت ايه. وكنت انا لوحدي وهم حوالي 40,000 واحنا جمهورنا 40,000. وطبعا فاكرين انا عملت ايه يومها. يعني بجزاهم. تمام؟ لكن لا جمهور الاهلي المحترم يرضى بقله الادب دي ولا السفاله دي ولا الانحطاط ده. تمام؟ ولا انتوا بقى ترضوا. وبعدين هم زعلانين من ايه مش فاهم؟ مصطفى يونس ده مش كابتن النادي الاهلي؟ طلع اول امبارح قال كلمتين. هم زعلانين مني عشان بقول تركي الشيخ ده راجل محترم؟ انا ما شفتوش قبل كده ولا عرفته، بس انا اللي خدت منه ساعات ولا اظرف. بيتكلم عليهم. قبليها على طول قبليها. مجدي عبد الغني على الهوا. قال لهم قال لكم ايه؟ انا اللي خدت ساعات ولا خدت اظرف. فانتم يا محمود انتوا مجروحين. ده لما تصلح قال تشتم زمالك وفريق الزمالك ولاعيبه الزمالك وتشتمني انا مش مشكله. انا يعني الله يسامحهم. هقفل مصنع قله الادب دلوقتي. تمام؟ ف ان شاء الله باذن الله بامر الله باذن الله كلكم رجاله. ماتش المقاولين ربنا يوفقكم، من فرق 4 بونت ترجعوا تاني. وما تستهتروش باي فريق. المقاولين ده فريق كويس جدا، عنده لعيبه كويسه على اعلى مستوى وعنده مدرب كويس. مين الكابتن هنا؟ دلوقتي اخر واحد، انا كل ما الاقي كابتن غير الكابتن مين اخر واحد؟ امال امال الجيش بيحتل الكابتن ليه؟ لا هو اللي بيلعب الكابتن. امال انت خطفت مني الكاس ليه ولا خدت الكاس؟ انت مش كابتن. حبا حبا. لو عايز اي حد عايز يقول اي حاجه انا تحت. بشكرك طبعا يا ريس على اللي عملته معانا الفتره اللي فاتت كلها. المسانده اللي سندتها لنا واحنا في اخر المجموعه كنت على يقين ان اللعيبه كلها رجاله وكنا وحضرتك قلت واحنا في الاوضه جوه لما كنا عندنا 2 بونت قلت ان احنا هنفنش اول مجموعه وحصل بصراحه اللعيبه كلها رجاله والجهاز الفني لاعلى مستوى بصراحه يعني كله كان متكاتف وكله كنا عايزين نحقق من حضرتك ان احنا نفنش اول مجموعه وبصوره كويسه زي حضرتك قلت احنا في مجموعه صعبه جدا يعني فرق افريقيه بتلعب كوره كويسه جدا بيترو اتليتيكو وفريق بتاع كينيا بجانب فريق الجزائر طبعا فريق قوي جدا
فاحنا بنشكر حضرتك على المسانده اللي حضرتك بتسندها دايما للعيبه، وان شاء الله باذن الله زي ما حضرتك بتطلب مننا ان شاء الله ثلاث بطولات هيبقوا في نادي الزمالك السنه دي باذن الله. ان شاء الله الامر لله باذن الله. وانا عاجبني حاله الحب اللي بينكم كلكم، اللي بيلعب زي ما بيلعبش، الجديد زي القديم، الصغير زي الكبير، اللي مش عايز اقول اجنبي طبعا لانه انا بعتبر ساسي وحمدي النقاز وحميد وخالد طيب يعني بعتبرهم مصريين او مصري بلدهم الثانيه او دوله مكرر. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم كلكم باذن الله يوم الاربعاء اعتقد الماتش باذن الله. محمد بدر يتقطع دلوقتي عشان فلوس وعمل لي امير مذكره. طبعا بشكر طبعا امير مرتضى، نفسي يضحك يعني مره كده ابتسم كده عشان يعني امك امبارح قال لها وابنك ما بيضحكش ليه؟ ما تخليه يضحك عادي، ما تعرفش شخصيته كده. كان ايه؟ كان ضابط شرطه خفيف بيتعامل معانا ضابط شرطه لغايه دلوقتي. طبعا بنشكر الاخ مستر جروس اللي انا قلت له انا فاتحه وضحك عليا ما اعرفش ما اعرفش كيف نيته ايه. بشكر المساعدين بتوعه، بشكر طبعا ايمن عبد العزيز، بشكر امير عزمي، الدكتور اسامه فين؟ الدكتور اسامه المترجم طبعا بنشكره، بشكر محمد بدر الطباخ اللي كده معاكم، بشكر ايمن حافظ ان شاء الله باذن الله. اللعبه محتاج المرسلين بس طب وده بياخد منشطات وده بياخد منشطات ده كل دول بياخدوا منشطات والله. طب يا ريت يبقى كل اللعيبه بتوع المنتخب كده كلمه كلام فارغ منشطات وقله ادب وسفاله يعني. اي حد عنده خلاص انت السيراميك هجيبه لك. ربنا يخليك كده يا ريس. لا انت قلت له لو جاب جون ان شاء الله لو جاب جونين في الاولين ولعب جاب جونين خليني وراه كده ويا رب ما يجيب عشان اقوله في ماتش الاهلي هات جونين على طول. مش عايز اوطي مش عايز اوطي بتاع المراتب ولا في المراتب ما عايز تجيب اوطي بس ايامنا اللعيبه هتساهم برضه ايامنا كلها اللعيبه هيلموا يعملوا حسابهم. ربنا يوفقك ان شاء الله. تتجوز امتى؟ بعد 3 شهور ان شاء الله. طب يعني فكر برضه. انت قلت لنا نفسك في ايه قبل الجواز برضه؟ يعني مين لسه ما اتجوزش غير مين خلاص؟ قول يا ريس. ما تقول ايه والله؟ ما تقول لي ما اتجوزش؟ وعماد. عماد؟ الله. طب دول لسه صغيرين يا عماد. اوباما ما اتجوزش. انا ماسك كهرباء يا ريس كهرباء داخله. وقلت قلت شيكابالا يا رب يتجوز بقى في الفرح بتاع محمد خليفه اللي هو يبقى نسيب امير. لقيت شيكابالا وقال لي مراتي يا استاذ مرتضى انت عملت لي مشكله. يعني اتجوز والله انا ما عندي فكره انه هتجوز انه اتجوز يعني ان شاء الله اوباما تخلص تاخد مكافاه كبيره كده وتروح تتجوز من اسكندريه مش بلدك. والاخ اللي من سينا الجميله مش كده؟ ده انت اخوك مكسر ده انت اخوك مكسر الدنيا. فاكر لما قالوا لي هتجيب انت صالح؟ جدا قلت لهم لما يبطل يسهر في حته انا بسهر فيها. اللي كان جنش مره راح اظبطه. قالوا لي جنش استخبى ولسه نازل دلوقتي. احنا عندنا عبد الله وعندنا اوباما وعندنا مدبولي وعندنا العمده. محمد كهرباء يا راجل. لا كهرباء خلاص. الحمد لله ما شاء الله دلوقتي انا بشوف طارق ده ملتزم. راح اصرف في مطعم كده اللي هو بلكونه. لقيته ساعتين بالليل مع المدام هنا المراد حاجه جميله كده. يا ريت كلكم تبقوا ملتزمين زي ده بجد والله. انسان طيبين ومبروك ان شاء الله باذن الله. قبل ماتش الاهلي هنشوف بعض باذن الله ان شاء الله بامر الله. محمد تتفضل تجي لي دلوقتي. قلت ده امير مذكره بال
المكافة وكده كلنا خدنا على الطيارة الخاصة ها معاش فيه توقف غيرنا بيجيب توك 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 وعنده ملايين واحنا طيارة خاصة عشان عارفين قيمة لعبتنا واعتقد انتوا حتى لما رجعتوا الفجر انتوا دلوقتي الساعة 4:30 5 ريحتوا ونمتوا كأنك كنت مثلا في برج العرب لسان طيبين ومبروك ان شاء الله بإذن الله جاي احسن ان شاء الله. اهلا بيكم مره تانية في الزمالك اليوم. يمكن تابعنا لقاء المستشار مرتضى منصور مع لعيبه نادي الزمالك. يمكن اللي لفت نظري ولفت نظر الشرقاوي والفولي ان المستشار مرتضى منصور لما بيتكلم مع لعيبه الزمالك دائما وابدا بيتكلم معاهم اب يعني واحد. في ناس بترسم نفسها يعني اللي هو يعني اللي هو بقى ايه يعني عارف انت السياسه القديمه والرسمه بتاع انا بقى رئيس نادي انا ما حدش يعدي على مكتبي انت تعدي على 3-4 مكاتب لحد ما تيجي لمكتبي. بحب في الاب مرتضى منصور كاب يعني للعيبه ان هو الحواجز موجوده والاحترام موجود ولكن في لحظه بيكافئ اللعيبه بحوار ودي في نهايه الجلسه بكلام بقى انت متجوز يا مدبولي من عنتر عايز مش عارف ايه بيزوب بيزوب الحاله مثلا لو في حاله شد لو في حاله مثلا تركيز جامده بعد المباراه. انت عندك جاي من مباراه مهمه وعندك ماتش المقاولين ماتش مهم جدا واللعيبه بتتمرن النهارده وتتمرن بكره فانت بتحاول تعمل يعني ان احنا بتحسسهم المستشار مرتضى بيحسسهم ان هو ايده معاهم وان ان انا موجود في ظهركم حتى التفاصيل الجواز ومش جواز بس بيخليك تفك انت لا هو قال معلومه انا اول مره اعرفها معلومه مهمه فعلا توك توك اللي هو ان الزمالك بيسافر بطياره خاصه وغيره بيسافر بتوك توك بره مصر يعني اول مره اعرف فعلا معلومه مهمه جدا يعني. ما هي بصراحه ملاحظه حلوه منك ما خدتش بالي عدت عليا يعني رغم ان هم عندهم الفلوس بس هم بيجيبوا تكاتك عشان يسافروا بره. طيب الزمالك عنده مواجهه مع احتماليه 3 فرق يعني كنر الديفلز الزامبي يا النجم الساحلي يا حسنيه اغادير. تفضل الزمالك يلعب مع مين؟ كان ريد ديفلز. النجم الساحلي رخم ملعب سوسه ملعب صغير جماهيره متحمسه جدا جمهور ساحلي يعني زي ما بتكون مثلا بتروح تلعب في مع الاسماعيلي في الاسماعيليه او المصري بورسعيد السكندري جمهور اللي هو وملعب صغير ملعب حوالي بس حوالي 12,000 متفرج انا رحت قبل كده جمهور في غايه الحماس في غايه الحماس والملعب ده يعني بيبقى الاجواء هناك غير مثلا لما بتلعب في رادس بيبقى ملعب كبير واستاد يعني لو موجود 20,000 أو 30,000 متفرج ما بيظهروش لانه بيسع عدد كبير من 80,000 بيسع عدد كبير من فما تمناش النج يعني طبعا الزمالك مبدئيا بس كده داخل على بطوله واللي عايز البطوله ما بيهموش هيلاعب مين ده بس كده مبدئيا والزمالك عنده القدره انا قلت لك في بدايه الحلقه ان هو عنده شخصيه البطل وعنده القدره ان هو يقتنص بطوله الكونفدراليه ان شاء الله السنه دي فمش هممنا هيتلعب مين ولكن طبعا انت بتتمنى الاسهل لكن والاسهل ان انت تبتعد عن شمال افريقيا ان كان حسنيه غدير او النجم الساحلي تلعب مع نكانا ريد ديفلز. نفس السؤال يا شيف فولي. طبعا بتفق مع محمد اللعب مع الانديه الافريقيه اصحاب البشره السمراء بيبقى افضل كتير بالنسبه للانديه المصريه من انديه الشمال الافريقي. انديه الشمال الافريقي بتلعبش معاك كوره بتلعب معاك نفسي بتستهلك الوقت بشكل مبالغ فيه بتلعب بجانب حاله الشحن الجماهيري الغير عادي بتشوف في مباراه الشمال الافريقي بتلاقي المدرجات مليانه عن اخرها بعكس مباراه فرق الغرب الافريقي او الشرق الافريقي بتلاقي الفرق يعني المدرجات ممكن تبقى فاضيه ما فيش حاله التنشان الديربي ما بين الانديه العربيه بتلعب مباراه كويسه يعني زي ما يعني بتمنى زي محمد الشرقاوي كده ان يعني نكنا ريد ديفلز يواجه باذن الله الزمالك لو ما تمش اللعبه في القرعه. لا دي جمله مش هينفع اعديها. قاعدين بقى قاعدين معاك. لا دي ما ينفعش اعديها بس اخد بس احمد من السعوديه لان تليفون دولي بس انت قلت جمله ما تعدينيش. يعني ايه ما بقاش في لعبه في القرعه؟ هو في لعبه في القرعه؟ ابو حميد. لا ده لازم ارجع لك تاني. ترجع. ابو حميد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ازيك يا احمد؟ عمر الاعلام المصري للنار الماين سيت بعرف تدخل. يا فندم معلش بتقول يا فندم؟ مسيلي على ضيوفك الكرام وعايز اقول لك ان احنا
بيمس على البيت. قلت يا احمد انت قلت يا احمد معلش ما سمعتش في الاول. مسيل على مسيل على ضيف هاتف الزملكاويه اللي مسافرنا دايما كل يوم. حبيبي يا احمد حبيبي يا احمد. عايز اقول لك ان احنا كل زملكاويه في مصر اللي في الخليج احنا بنقعد ساعتين ثلاثه اربعه لحد الصبح قدامكم اجمل حاجه في اليوم بتاعنا. حبيبي. بنجري من شغلنا عشان خاطر نحقق كل يوم. حبيبي يا احمد. عايز اقول لكم مبروك التاهل وان شاء الله بنبارك في دوري بنبارك في كاس في الكونفدراليه كمان. وان شاء الله دايما كده وجودكم واعلامكم وبرنامجكم هو اللي بيزيد شعبيه الزمالك عندنا هنا في الخليج بيزيد شعبيه الزمالك في مصر اكثر ما هي موجوده بيرجع لنا حقنا غير زمان وان شاء الله يا رب دايما كده منصورين وان شاء الله دايما معاك كده بنتكلم ونبث. بشكرك يا احمد شكرا جزيلا. ايه بقى موضوع القرعه دي بقى؟ يعني تبقى قرعه عادله ما يبقاش تبقى قرعه بجد ما يبقاش ما نجيش مثلا نلاقي ان الزمالك هيلعب مع مثلا كانري الديفلز فجاه يقول لك لا ده الكره دي جت غلط في وسط الكور وان الزمالك هيحصل هيلعب مع النجم الساحلي. وكانك بتشير اللي حصل السنه اللي فاتت في قرعه الاتحاد الافريقي في فيما يخص النادي الاهلي مواجهته مع وفاق الصيف اعتقد حوريه كوناكري يعني جه مع وفاق الصيف الجزائري وبعد كده قال لك لا ده في حصل خطا وتم اعاده الكره. فنتمنى ان ما يبقاش فيه زي ما بيحصل في التحكيم الافريقي زي ما نادي الزمالك عانى من التحكيم الافريقي في اخر جولتين. انت متوجس او خايف من القرعه؟ انا في بالنسبه للاتحاد الافريقي بعد اللي حصل مع في مباراه الزمالك الاخيره مباراه الاهلي الاخيره والاساءه لنادي الزمالك وعدم صدور اي بيان شج او اعتذار من الاتحاد الافريقي او اعلان عن احاله الموضوع للتحقيق طبعا انا شايف ان في حاله ممكن يبقى في حاله تربص بنادي الزمالك لان احنا شفنا برضو كان قبل كده الاتحاد الافريقي طلع بيان بمقاطعه نادي الزمالك او بمقاطعه رئيس نادي الزمالك على ضرب اللجنه الاولمبيه المصريه وده كان في عدم وقصه عمرو مصطفى مراد فهمي وقصه القصه الشهيره. فنتمنى ان يبقى في عداله في القرعه. تمام ناخد ياسر من الجيزه اخر تليفون. استاذ ياسر مساء الخير استاذ احمد. مساء الفل. مساء الفل حبيبي اتفضل. حبيبي بمسي على الاساتذه القعده مع حضرتك اولا. حبيبي اتفضل. الله يخليك وببارك لنادي الزمالك طبعا وبتاهله لدور الثمانيه وان شاء الله باذن الله ناخد البطوله بتاعتنا ان شاء الله. بشكرك تمام يا ياسر تمام بشكرك شكرا جزيلا. طيب علشان وقتنا شرقاوي انا يمكن انا دايما بتكلم في الموضوع دوت وفي المعنى دوت في ناس كتيره جدا بتهاجمني ان انت بتتكلم على منظومه ومؤسسه كبيره زي الاتحاد الافريقي ولكن الاتحاد الافريقي له ما له عليه ما عليه. صحيح. يمكن بالتقاليد الافريقيه القديمه انا يا ما عانينا من التحكيم الافريقي في المباريات الخارجيه تحديدا في افريقيا وتربينا على كده بس الجديد بقى في الموضوع فكره القرعه اللي الفولي بيتكلم فيها وانا بحييه على طرحه الذكي جدا او على كلامه لان بصراحه بدات او مش بدات بشوف ان في حاجه مش مظبوطه داخل هذه المؤسسه. هو طول ما في بعض العناصر المتربصه بنادي الزمالك وعناصر بتشغل مناصب مؤثره في الاتحاد الافريقي احنا هنفضل متوجسين ريبه من اللي بيحصل من الكاف ضد نادي الزمالك لان ما تقنعنيش باي حال من الاحوال ان عمرو مصطفى فهمي مؤسس الالتراس اللي المستشار مرتضى منصور هو اللي حل روابط الالتراس في مصر وعمرو المتعصب في تشجيعه للنادي الاهلي هيبقى فير مع نادي الزمالك او مش هيوجه الناس في الاتحاد الافريقي ضد نادي الزمالك زي ما حصل في المشكله الاخيره ومحاولته الايقاع بينه وبين المستشار مرتضى منصور وبين المسؤولين في الكاف وان هو ياخد القرارات يعني يمرر قرار ايقاف المستشار مرتضى منصور من ورا احمد والناس في الاتحاد ودي وقع شهيره وده وقع معروف ممكن يبقى في لعب في القرعه كل شيء وارد طالما مثل هؤلاء الاشخاص موجودين في الاتحاد الافريقي. سؤال وعايز اجابه في سطر عشان لازم انهي. هل نادي الزمالك وده سؤال قديم واسال نفس الكلام للفولي هل نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي؟ بص هو رسميا وانا قلتها قبل كده رسميا انا ما عنديش غير ان انا اتكلم بشكل رسمي اللي هو النادي الاهلي ولكن بعدد البطولات هو نادي الزمالك هو النادي القرن ولكن رسميا انا كاعلامي لا مش وجهه نظر انا بكلمك كاعلامي هو النادي الاهلي طبعا مضطرين نقول ان النادي الاهلي هو نادي القرن حتى يثبت العكس.
يعني برضو انا بتفق مع محمد شرقاوي ان هو بالورق و بالمعايير اللي حطوها بالمعايير، بس احنا لما بنيجي بنتكلم على منظومه الاتحاد الافريقي لا. طيب ماشي هنهي بلقة دي. فوني نورتنا، ربنا يخليك شرقاوي، نورتنا الله يخليك. بكره حلقه جديده ان شاء الله من الزمالك اليوم على شاشه المحور، تصبحوا على خير.